أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هناخد لكتشر 10 في الإندوكراين، وهي مهمة جدا لأنها خاصة بالإنسولين بنكرياس، وهندرس النهاردة الإنسولين. وآخر محاضرة بإذن الله تبقى 11، وهندرس فيها بقية الهرمونات بتاعت البنكرياس والديابيتس ميليتس والكنترول والجلوكوز ان بلاد. النهارده هي المحاضره الاهم اللي هي خاصه بالانسولين. وكعادتنا يا اولاد هنبتدي بالامتحان. فالسؤال الاول اللي هو choose one incorrect answer، يعني بيقول لنا اختار إجابة واحدة خطأ. طبعا ده بيخلي الامتحان أقيم، ليه؟ لأنه بيبقى كأن السؤال بثلاثة، يعني في ثلاث إجابات صح وواحدة بس هي اللي خطأ. فأول حاجة الامتحان ده على الأدرينال ميدالة. Regarding adrenal medulla, it's not essential for life، إجابة صحيحة. Modified sympathetic ganglion، إجابة صحيحة. It's supplied by greater splanchnic nerve، صح، ده اللي بيغذي الابدومن. وبعدين الكيميكال ترانسميتر از ادرينالين، غلط. اللي بيطلع الادرينالين نور ادرينالين هو الاسيتايلكولين، عدوهم اللدود. فيبقى الاجابه الخطا وبالتالي هي المطلوبه في واحد دي فور دادي. السؤال الثاني، كومبير تو نور ادرينالين، ادرينالين از مور بوتنت اون بيتا ريسبتورز، طبعا. وعليه it's more potent than noradrenaline، قلنا ده يعني بنقول انه 10 times more potent than noradrenaline. It's released by postganglionic sympathetic nerve endings، خطأ. ال postganglionic sympathetic nerve endings بيطلعوا noradrenaline، وبيطلعوش ابدا adrenaline. يبقى الاجابة الخطأ هنا في السؤال الثاني C for cat. It has methyl group at N position، طبعا هو ده سره، كما قوة شمشون في شعره قوة الأدرينالين في الميثايل جروب at N position. طيب regarding beta receptors، نعرفين طبعا البيتا ريسبتور دول ثلاث انواع 1 و 2 و 3. They are G protein coupled receptors، صح. Stimulation بيقلل السايكليك MP، لا، الاستيميليشن بتاعهم بيزود السايكليك ام بي. يبقى دي الاجابه الخطا وبالتالي هي المطلوبه بي. They are stimulatory to glycogenolysis and lipolysis، طبعا احنا قلنا البي بي بيتا انهيبيبي بيتري، ما عدا على ثلاث حاجات، هارت وهرمونز وميتابوليزم. البيتا ريسبتورز ار لوكيتد ات ذا هارت، طبعا البيتا 1، اسف احنا قلنا اي دواء بيشتغل على البيتا 1 احنا اللي بننمر، ده يبقى هارت. الباقي كله بيتا 2 ما عدا على الفات بيبقى بيتا 3، يعني بيتا 3 دي موستلي موجوده على الفات بتعمل عمليه اللايبوليسيس. بيتا 1 على الهارت، الباقي كله بيبقى بيتا 2. تاني يبقى افتكروها، نمبر 1 القلب ده بيتا 1، طب ونمبر 3 ده على الليبيد اللي هي اللايبوليسيس، الباقي كله بيتا 2 انكلودنج اهم واحده فيهم طبعا اللانجز، زي ما قلنا ان الادوية الرئة اللي بتبقى على البيتا 2. طيب السؤال بعد كده regarding النور ادرينالين، it acts via genomic action، لا ده خطأ. يبقى ايه الخطأ المطلوبة؟ it's derived from tyrosine، طبعا النور ادرينالين والادرينالين والتي 3 والتي 4 كلهم من تيروزين. it's more powerful than alpha receptor than beta receptor، صح. الانجكشنز بيؤدي الى زياده التوتال بيف ريزيستنس، طبعا ما بتشتغل اقوى على الالفا، والالفا بتعمل فازو كونستريكشن يبقى تزود التوتال بيف ريزيستنس. الادرينال انجكشن ليدز تو هايبرجليسيميا، صح. انكريز لايبوليسيس، صح. ديكريز دي ميتابوليك ريت، لا دي غلط. برونكو دايلتيشن فيا بيتا 2 ريسبتور، صح. وعليه الاجابات على النحو الاتي. السؤال الأول إجابة الخطأ وهي اللي نختارها اللي هي تبقى الصحيحة D for daddy، الثاني C for cat، الثالث B for baby، الرابع هتبقى A for alpha، الخامس C for cat. ده كان الجزء الأصيل في الموضوع بتاعنا اللي هو لازم بنقوله
ان هو الامتحان. هنبتدي بقى المحاضرة. نبتدي بالبنكرياس وبنحب نبتدي بفقرة المعلومات العامة يا أولاد. فإنه البنكرياس ده تم اكتشافه بواسطة هيروفيلس في سنة 335 قبل الميلاد، وده كان راجل يوناني هيروفيلس ده، وهو جراح وفي نفس الوقت أستاذ يعني مشرع بتاع تشريح، جراح بتاع، كان زمان الاثنين حاجة واحدة وهم طبعا مرتبطين ببعض. ويسمى بنكرياس ومعناها all flesh، يعني كله flesh، يعني حاجة طرية flesh، ده معنى كلمة بنكرياس. أما بالنسبة للإيلتس أوف لانجر هانز اللي هي تهمنا، اللي هي مسؤولة عن الإندوكراينال فانكشن أوف بنكرياس، فاللي اكتشفها راجل ألماني اسمه بول لانجر هانز، وسمى الإيلتس دي باسمه، وده كان في سنة 1869. يبقى نفس اكتشاف البنكرياس كان 335 قبل الميلاد، إنما الإيلتس أوف لانجر هانز كانت في سنة 1869 بواسطة راجل ألماني اسمه بول لانجر هانز، سمى الإيلتس باسمه. طبعا أول معلومة أحبكم تعرفوها على البنكرياس، إن البنكرياس ده has got exocrinal وendocrinal function، يعني عنده exocrinal بيطلع pancreatic secretion وعنده endocrinal function. طيب الendocrinal مين مسؤول عنها؟ الإيلت أوف لانجر هانز، اللي هم اعتبرها برضو فقط معلومات عامة، في 3 مليون جزيرة بيمثلوا 1-2% من البنكرياتيك فوليوم أو ماس، يعني 1-2% بس هما اللي بيعملوا اندوكراينال فانكشنز. وبرغم انهم 1-2% إلا ان هما بياخدوا 10-15% من البلاد سبلاي اللي بيوصل للبنكرياس. ده ما حدش هيسألك في الحاجات دي. نيجي بقى أول معلومة، عد معايا المعلومات اللي هي قيمة. بيجي لك في الام اس كيو ان في الايلت اوف لانجر هانز في ات ليست 5 تايبس اوف سيلز، 5 انواع من الخلايا، تمام؟ طبعا لو جالك ات ليست 4 يبقى برضو صح، انما هما في 5 تايبس. امسكهم واحده واحده، منمرينهم الفا بيتا جاما دلتا اند ابسيلون. هتقول لي ايه دول؟ دول الحروف الابجديه في اليونانيه. الفا ده الحرف الاول، بيتا الحرف الثاني، جاما الحرف الثالث، دلتا الحرف الرابع، إبسيلون كلمة إبسيلون ده حرف في اللاتينية وهو الحرف رقم 5. الألفا بتمثل 20% من الخلايا وبتطلع الجلوكاجون، هرمون الجلوكاجون اللي هو بيعلي نسبة الجلوكوز. وطبعا لو خدت بالك ليه سموه جلوكاجون، أنا مقسم لك الكلمة بالألوان، لأن هو جلوكوز أجونست، يعني مساعد الجلوكوز، بيعلي الجلوكوز، اسمه بيقول هو بيعمل إيه؟ أنا جلوكوز أجونست، فخدوا أول كم حرف من جلوكوز وأول كم حرف من كلمة أجونست، ده الفكرة بتاعته، جلوكوز أجونست، وهبقى في أوانيها أحكي لك قصة اكتشاف الجلوكاجون لما نيجي في المحاضرة الأخيرة بإذن الله. طيب تاني خلايا اسمها البيتا سيلز، ودي بتمثل 70% من الخلايا، ودي بتطلع اساسا انسولين وهرمون اخر بيساعد انسولين، بيعمل وظيفه مشابهه للانسولين، بيمنع ارتفاع الجلوكوز، اسمه اميلين، هنتكلم عليه برضو المحاضره القادمه باذن الله. يبقى اكتر هرمون مهم عندنا، لان 70% من الخلايا هم بيتا سيلز، هو الانسولين. نيجي ثالث هرمون اسمه طالع من الجاما سيلز، الجاما سيلز دي بتمثل اقل من 5% من البنكرياتيك ايلت سيلز، ودي بتطلع بنكرياتيك بوليبيبتايد هرمون، وعشان كده بيسموها ساعات بي بي سيلز، يبقى جاما سيلز او بي بي سيلز عشان بتطلع بنكرياتيك بوليبيبتايد، دول اقل من 5%. اما الدلتا سيلز بدي بتطلع السوماتوستاتين، عارفينه اللي هو كان بيطلع كمان بالاضافه من انه بيطلع من البنكرياس من الدلتا سيلز، كان بيطلع من الهايبوثالاموس اللي هو جروث هرمون انهيبيتنج هرمون،
وعدد الخلايا هنا بيمثل أقل من 10%. أما الإبسيلون سيلز اللي هي قلنا إبسيلون ده الحرف الخامس في الأبجدية اليونانية، دول أقل من 1% وبتطلع هرمون اسمه جرين. الإتش ما تتنطقش. جابوا منين كلمة جرينين؟ يعني البروتين أو اي ان اللي بيعمل استيميليشن للجراث هرمون ريسبتو. جي يعني جراث، اتش هرمون، ار ريسبتو الهرمون اللي بيستيميليت الجراث هرمون ريسبتو وبيزود الجراث هرمون. يبقى ده حتى الاسامي جابوها ازاي. طبعا سوماتوستاتين مفهوم، بيوقف نمو الجسم. بانكرياتيك بوليبيبتايد بيشرح الاستراكشر. الانسولين اللي هو اهم واحد جاي من كلمة انسولة يعني جزيرة، البروتين بتاع الجزر، انسولة يعني جزيرة، فانسولين بروتين الجزر. ومعاه الاميلين، بس البيتا سيلز بتطلع لو 100 جزء انسولين وجزء واحد اميلين، عشان كده عموما بنعتبر البيتا سيلز بتطلع انسولين، لكن للاوائل بتطلع كمان اميلين. النسبة 100 لـ1، ونفس الفانكشن تقريبا بتاعت انسولين، بيمنع الارتفاع في جلوكوز ليفل. ده سؤال ام اس كيو بيجي ازاي، ان في اتليست 5 تايبس اوف سيلز في البنكرياس. وكسؤال شافوي لو جاوبته بهذه الصوره اي ثينك انك انت هتبهر الممتحن. وي هاف 5 تايبس اوف سيلز، بيطلعوا 5 تايبس اوف هرمونز، كلهم اوعى تنسى بقى بوليبيبتايدز. فاكر التجميع اللي قلناها زمان، ان كل الغدد اللي بحرف البي اللي هما البنكرياس موضوعنا النهاردة، والباراثيرويد والبيتيوتري، تركيب الهرمونات بتاعتهم يا إما بروتين يا إما بوليبيبتايد. هتبقى عارف كويس قوي. في كام سيلز؟ 5 أنواع، أسمائهم ألفا بيتا جاما دلتا وإبسيلون. إيه الأسماء دي؟ دي أول 5 حروف في الأبجدية اليونانية، الالفا الاول، البيتا الثاني، الجاما الثالث، الدلتا الرابع، ابسيلون هو الحرف الخامس في الابجديه، عشان برضو بحب الترمينولوجي احنا بنحفظه السلام. طيب ناخد بالاهميه، مين اكتر خلايا البيتا سيلز؟ 70% اللي هي بتطلع اساسا ايه؟ انسولين. وقلنا انسولين يعني بروتين بتاع الجزر، انسولا يعني جزيره في الترمينولوجي، البروتين بتاع الجزر. يليها في الاهميه الالفا سيلز 20% بتطلع جلوكاجون، وقلت لك جابوا منين كلمة جلوكاجون؟ يعني جلوكوز أجونست، بيساعد الجلوكوز، بيعلي الجلوكوز عكس الإنسولين والأميلين اللي بيوطوا الجلوكوز. بعد كده الدلتا سيلز لو خدناهم ترتيب الأهمية 10% بتطلع السوماتوستاتين اللي بيوقف اللي هو النمو بتاع السوما اللي هو جروث هرمون انهيبيتنج هرمون. الرابع هيبقى البنكرياتيك بوليبيبتايد، بيطلع من الجاما سيلز اقل من 5%. ثم اخر هرمون اللي هو بيطلع من الابسيلون سيلز، وقلنا ابسيلون هو الحرف الخامس في الابجديه. وليه سموه جرين؟ فهمتك هنا. انا بالاضافه انك بتفهم السولجي بتعرف معلومات عامه معتبره وبتعرف ترمينولوجي، هنا انا بساعدك بالالوان، لانه البروتين اللي بيعمل استيميليشن للجراث هرمون ريسبتور، فجي يعني جراث، اتش يعني هرمون، ار يعني ريسبتور، جرين. يبقى انت عرفت حتى انه بيستيميليت الجراث هرمون. واقول لك حاجه تانية، وبيستيميليت الابيتايت، عشان كده بيسموه الجرين. ده هناخده في الميتابوليزم، الهانجر هرمون بتاع الجوع، الهانجر هرمون جرين، عكس السوماتوستاتين. السوماتوستاتين بيعمل ساتيشن، يخلينا نحس بالشبع ما نجوعش. طيب تدي بقى اول هرمون هو الاهم اللي هو مين يا اولاد؟ البيتا سيلز بتطلع الانسولين. انسولين احب احكي لك قصه الانسولين انها مهمه جدا في التاريخ، لانه ده من اهم الانجازات في تاريخ الطب. اللي اكتشف الانسولين عالم كندي اسمه فريدريك بانتينج. طبعا هنا بيحبوا الفاميلي نيم بانتينج. بانتينج هو مكتشف الانسولين، وكان ذلك في سنة 1921. وطبعا هذا الانسولين غير مسار العيانين اللي عندهم دايابيتس ميليتس، بدل ما كانوا ماشيين في طريق نحو الموت تم انقاذهم باكتشاف هذا الانسولين اللي اكتشفه فريدريك بانتينج. بانتينج
ولكن حاز جائزة نوبل في هذا الاكتشاف وهو من أعظم اكتشافات في الطب في سنة 1923، مش لوحده. شوف كان راجل يحب جدا الشراكة مع الآخرين. يعني الجائزة دي تقاسمها اكشوالي ثلاثة، وهو أضاف واحد رابع اللي هو ميديكال ستودنت كان بيساعده، يعني ده مفروض ما يعني طالب كل الطب، قال أدام ساعدنا ياخد معنا الجائزة. هو اداله تقاسم النصف بتاعه مع الطالب ده، كان اسمه الطالب ده تشارلز بيست. تشارلز بيست مين الاثنين التانيين اللي مع بانتين؟ كان واحد اسمه ماكلويد. كل اللي عمله ان ادى بانتين في جامعة تورونتو معمل متواضع وعشر كلاب يبتدي يشتغل عليهم، وواحد تالت معاهم خد الجايزة اسمه كوليب. كوليب ده كان استاذ باي كيمستري، ده ساعده في انه يعمل بيوريفيكيشن انسولين، يعني يخلي الانسولين في صوره نقيه، لان لما ندي الانسولين في صوره غير نقيه كان بيعمل التهاب لما بنحقنه، انفلاميشن. قدر يخليه في بيور فورم عشان ما يعملش التهاب. وفي جنازه بانتين ده مش الناس اللي عندهم سكر واللي طبعا خفوا بسبب انهم بياخدوا انسولين، وقالوا كلهم لولا بانتين لكنا الان في القبور، مقوله مهمه جدا. ده قصة واحد من أعظم الاكتشافات في الطب. المكتشف الحقيقي للإنسولين هو بانتينج في سنة 1921، وحاز مع ثلاثة مع اثنين تانيين، وهو تشارك مع الطالب اللي هو تشارلز بيست جائزة نوبل في سنة 1923. وبانتينج ده بيقطن في بلد هنا اسمها لندن، لندن غير لندن بتاعت إنجلترا في كندا. وأنا فاكر كويس قوي الشارع اللي هو فيه، اسمه أداليد ستريت، لأنه في آخر الشارع كان يقطن ابني، هو ساكن في أوله. فما كنت بروح أزوره في بلد لندن دي أتوقف كده أمام بيت بانتينج وأقرأ عبارة جميلة قوي مكتوب عليه. مش مكتوب إن هذا بيت بانتينج، طبعا حاطين أضواء عليه، مكتوب جملة جميلة جدا: The birthplace of insulin، المكان الذي ولد فيه الإنسولين، لأنه بميلاد بانتينج كان ميلاد الإنسولين. Don't ever forget this، لأن أكتر مرض في الغدد الصماء في العالم هو الديابيتس ميليتس، هناخده في المحاضرة القادمة. لولا الإنسولين اللي اكتشفه بانتينج، زي ما قالوا الناس دي، لولاك يا بانتينج لكنا الآن في القبور. وسمى الإنسولين إنسولين ليه؟ يعني بروتين بتاع الجزر، إنسولا يعني جزيرة، وآي إن يعني بروتين. فالإنسولين هو أهم الهرمونات اللي بتطلع من الجزر، لأنه البيتا سيل زي ما أنت شايف بتمثل 70%. ليه الأوائل ما بتطلعش إنسولين بس وأميلين بس النسبة 100 إلى 1؟ ده سيم فانكشن. أنا عاوز تركز على نقطتين يا أولاد، إنه الإنسولين بيطلع من البيتا سيلز اللي هي أهم عدد من السيلز 70%، وان تركيب كل الهرمونات بوليبيبتايدز كلها انها من البنكرياس. ولما يجي لك في الام اس كيو ان البنكرياس بيحتوي اتليست 4 سيلز، 4 تايبس اوف سيلز صح، 5 تايبس اوف سيلز صح برضه. طيب ابتدي بقى المحاضره يعني بالمعلومات اللي عاوزينها اساسا. اول نقطه احبك تعرفها عن الانسولين، عد معايا النقط. الاستراكشر اوف انسولين هو تركيبه بوليبيبتايد، قلنا كل الغدد ما بزهقش اللي بحرف البي بانكرياس باراثايرويد اند بيتيوتري بتطلع بروتين بوليبيبتايد، فهو بوليبيبتايد عباره عن اي وبي بوليبيبتايد، هنا تشينز متصلين، يبقى اي وبي تشينز متصلين بدايسلفايد بريدجز، يبقى اي وبي متصلين بدايسلفايد بريدجز، ده تركيب الانسولين. طب السنسز، سنسز عاوز اعلمك حاجه لطيفه قوي، انه كل البروتين هرمونز، يعني مش عاوزك تعرفها على الانسولين بس، انا هدي هنا الانسولين باستفاضه كمثال. كل البروتين هرمونز بيتعملوا كبري برو هرمون ثم برو هرمون ثم الهرمون، يبقى بري برو ثم برو ثم الهرمون. فالبري برو بيتكون من أربعة بيبتايد تشينز اللي هما الـ A والـ B والـ C والسيجنال.
يبقى A و B و C والسيجنال. ده البري برو وبيتعمل فين؟ ده بوليبيبتايد يعني بروتين. فين المكان اللي بيتعمل فيه كل بروتينات الجسم؟ الرايبوزومز بتاعت الجرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم. دي قاعده عامه. طيب في الاندوبلازميك ريتيكولم نفسه بنشيل السيجنال فيتبقى الاي والبي والسي. ده هو البرو انسولين. يعني البرو انسولين عباره عن 3 بيبتايدز بس، البري برو انسولين 4 بيبتايدز. ثم في الجولجي كومبلكس نشيل السي يبقى الاي والبي يبقى هو الانسولين. وعشان كده خد بالك بقى نقطه مهمه جدا، لكل مولكيول انسولين بيتعمل ايكوي يعني مساوي ايكوي فالنت او ايكوي مولر اماونت اوف سي بيبتايد. ده تكوين الانسولين. يبقى تعالى بقى نبص مع بعض تاني تكوين الانسولين. بص لي من فضلك. يبقى اي بروتين هرمونز قاعده عامه بيتعمل كبري برو هرمون ثم برو ثم الهرمون. طيب البري برو انسولين بيتكون من 4 بيبتايد شين سهله، A و B و C والسيجنال. ده يتعمل فين؟ اي بروتين هرمون قلنا بيتعمل في الرايبوزومز بتاعه الجرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم. نشيل السيجنال يبقى 3 بيبتايد، ده برو انسولين، ده في الاندوبلازميك ريتيكولم. نشيل السي يبقى الاي والبي اللي هو الانسولين، ده في الجولجي كومبلكس. يبقى فيري ايزي ستانس. القاعده اللي بقولها تحفظها، اي بروتين هرمون، اي بروتين هرمون بيتعمل بالطريقه دي. واديت مثال مستفيض اللي هو الانسولين كبري برو هرمون ثم برو هرمون ثم الهرمون. فالبري برو كام بيبتايد تشينز؟ 4 اي بي سي سيجنال. احفظ معايا اي بي سي سيجنال. اول حاجه في ده بيتعملوا فين؟ اي بروتين هرمون بيتعمل في رايبوزومز، المكان الوحيد اللي بيتعمل فيه بروتينات في الجسم. يتشال السيجنال يبقى 3 بيبتايد، ده البرو انسولين في الاندوبلازميك ريتيكولم. يتشال السي بقى الاي والبي، ده الانسولين، ده في الجولجي كومبلكس. ويبقى واضح ان زي ما قلنا يا اولاد ان لكل جزيء انسولين معاه بنفس المقدار ايكوي مولر اماونت سي بيبتايد اهو. النقطة الثالثة سكريش حب النظام. يبقى اتكلمنا على الاستراكشر بولي بيبتايد والثنسز بري برو برو وبعدين الهرمون. النقطة الثالثة عد معايا سكريش. احنا عارفين اي بروتين او بولي بيبتايد هرمون هيطلع بالاكزوسيتوزيس اللي محتاج كالسيوم. سهل قوي. بس عاوز برضه انبهكم لحاجة لطيفة جدا يا اولاد، ان اي خلية في جسمك يعني متخمة ومزدحمة بعضيات الخلية بالسيل أورجانيلز. يعني احنا اما استاذ فاضل بتاع هيستولوجي يرسم لك خلية وفيها اربع خمس أورجانيلز بيشرحهم، ده مش المنظر اللي جوه السيل. ربنا لا يضيع مساحات ابدا، الخلية مليانة تماما بأورجانيلز. طب يبقى ازاي في الخلية المزدحمة دي هيطلع الانسولين لحد السيل ميمبرين ويطلع بالإكسيتوز؟ احنا بنعمل ايه في المدن المزدحمه في كل مكان في العالم؟ بنعمل حاجه اسمها سبوي اندر جراوند. الاندر جراوند بتاع الخليه اسمه مايكرو تيبيول. تيبيول كده تاخد المركب من جوه الخليه وتوصله لحد السيل ممبرين، وهناك يطلع بعمليه اسمها اكزوسيتوزيس ويتش نيدز كالسيوم. 90 ل 97% من الانسولين بيطلع از اكتف انسولين، ومعاه زي ما قلنا اهي معاك في نفس الرسم، ومعاه ايكوي مولر اماونت اوف سي بيبتايد. يعني انت لو قست السي بيبتايد يبقى انت قست الانسولين، لان لكل مولكيول انسولين بيطلع معاه سي بيبتايد. والريست اللي هو هيبقى من 3 ل 10% بيطلعوا كبرو انسولين اللي هو 3 بيبتايدز، وبيبقى عنده ليتل بيولوجيكال اكتيفيتي، مش شغال كويس. نقطه رابعه ترانسبورت. قواعد عامة، كأن بنعيد القواعد العامة، أي بروتين هرمون ما يتشالش على بروتين لأن هو أوريدي بروتين، فالبروتين والبوليبيبتايدز هرمون بيبقوا فري إن بلازما. طيب ده على فكرة بيأثر الهاف لايف بتاعهم. هاف مينتس بس، يعني إيه هاف لايف؟ يعني لو أنا اديتك جرعة من الأنسولين هأنتهي لك، هينزل الجرعة دي للنص في 5 دقايق، ده معنى الهاف لايف. النقطة بعد كده ال
خمس inactivation. الانسولين بيبقى inactivated بالانسولينيز انزيم. بس نقطة مهمة جدا في الام اس كيو. نواتج الانكتيفيشن do not pass in urine. يعني بعد ما الانسولين بيكسر الانسولين does not pass in urine. نقطة رقم ستة. هل في انسولين لايك سبستانس في البلد؟ اه طبعا في انسولين لايك سبستانس في البلد. اللي هم مين؟ خدناهم. فاكر احنا قلنا الجروث هرمون كان ازاي بيعمل انابوليزم؟ ازاي بيعمل جروث وانابوليزم؟ بانه بيستثير الليفر انها تطلع مواد زي الانسولين. لان اهم انابوليك هرمون في جسمك هو الانسولين. فكان بتطلع انسولين لايك جروث فاكتور 1 وانسولين لايك جروث فاكتور 2. الانسولين لايك جروث فاكتور 1 و2 دول بيتكونوا من 2 فراكشن. في سمول اماونت بيبقوا فري وبالتالي لهم موليكولار ويت فراكشن لانه فري، وفي لارج اماونت بيبقوا ماسكين في بروتين يبقى ده بيسموه الهاي فراكشن، هاي موليكولار ويت فراكشن. يبقى تاني الجزء الفري ده له موليكولار ويت فراكشن، الجزء اللي ماسك في بروتين هيبقى هاي موليكولار ويت فراكشن. يبقى في الدم في انسولين لايك، سؤال شافه مهم جدا، في انسولين لايك سبستانس في الدم اللي هم كنا بنسميهم مجتمعين من ليفر سوماتوميدينز. وبرضه قلنا تركيبهم لو كنت فاكر بولي بيبتايد، بس تركيبهم زي مين بقى؟ زي البرو انسولين لو كنت فاكر، ويشتغلوا على نفس الريسبتور بتاعت الانسولين. النقطه رقم 7 الريليشن اوف انسولين تو بوتاسيوم. ده من اهم المعلومات ان الانسولين بيستيميليت الصوديوم بوتاسيوم بامب عن طريق انه بياكتيفيت الصوديوم بوتاسيوم اتيباز، وعليه يرمي الصوديوم جوه والبوتاسيوم يرمي الصوديوم بره اسف والبوتاسيوم جوه. طب يبقى البوتاسيوم في الدم هيحصل له ايه؟ هيقل. اسمع بقى التطبيقات المهمه جدا. انا كنت حكيت لكم ان اخطر اين بيخشاه الهارت هو البوتاسيوم، وان احنا لو عيان عنده رينال فيلر والبوتاسيوم ارتفع نورمالي مفروض تحت رقم الحسد 5.5 ملي اكويفالنت، لو ارتفع لستة لازم تحط العين على دياليسس. طب احد العلاجات لو لقيت البوتاسيوم عالي جدا وما عندكش دياليسس تعمل ايه؟ زاد نقصه في الدم. اديك عرفت السر، احقن العام بانسولين ومعاه جلوكوز طبعا عشان ما يحصلوش فيتال هايبوجلايسيميا، يبقى تديله انسولين ومعاه جلوكوز. الانسولين هيعمل ايه؟ هياكتيفيت الصوديوم بوتاسيوم بامب، هيدخل بوتاسيوم جوه وعليه كميته في الدم تقل. ده واحد من الامرجنسي سيتويشن اللي لازم اي طبيب في العالم يعرفه. حضرتك في المستشفى دخل لك عيان عنده زياده في البوتاسيوم هايبركاليميا فوق 6، لازم تعمل ايه؟ رينال داليس. ما عندكش مكنه الغسيل الكلوي، تعمل ايه؟ تحقن العيان بانسولين وجلوكوز. ليه ومعاه جلوكوز؟ لانك لو اديته انسولين بس هيحصل فيتال هايبوغلايسيميا، هينزل الجلوكوز ليفل لمستوى مميت، فلازم تدي معاه جلوكوز. هياخد البوتاسيوم العالي في الدم ويروح مدخله جوه الخلايا. البوتاسيوم العالي في الدم لو قلت لو وصل 11 هيوقف القلب. طب تطبيق تاني بقى بس مش اكلينيكي، وعليه الانسولين بينقص البوتاسيوم انه بيدخله جوه الخلايا. فتصور بقى لو البوتاسيوم ناقص في السيرم، يبقى لو طلع الانسولين نقصه زياده دي برضه مشكله، ما يطلعش الانسولين. يبقى نقص البوتاسيوم ان سيرم بيقلل انسولين سكريشن. ده سؤال ام اس كيو. دول يا اولاد اللي هم الحقائق اللي قلناهم السبعه نبقى عارفينهم. تاني تعال نقولهم في عجاله. قلنا انسولين جاي من كلمه ايه؟ قولوها لي بسرعه عشان ده مهم جدا. ديسكفري بتاعه انسول يعني جزيره البروتين بتاع الجزء، ومكتشف بانتينج وتشارك الجائزه مع ثلاثه اخرين برغم ان هو اللي اكتشفه فريدريك بانتي، وخدوا الجائزه دي في سنه 1923 واعتبرت من اهم الانجازات في الطب. واقول لكم معلومه ثانيه يا اولاد، بانتينج ده كندي في جامعه تورونتو تم الاكتشاف. اكبر شركه منتجه للانسولين في العالم شركه كنديه اسمها نوفو فارم. اظن فهمتوا ليه. نقول بقى السبع نقط. الاستراكشر عد معايا. النقطه الاولى بولي بيبتايد. طب الثانسس ثاني نقطه. اي بروتين هرمون كبري برو هرمون، البري برو انسولين فور بيبتايدز، تشيل السيجنال بقى ثلاثه بيبتايد بقى برو انسولين، تشيل السي
بقى انسولين. ده فين اخر خطوه؟ في الجولجي كومبلكس. النقطه الثالثه سكريشن، الخليه مزدحمه متخمه بالاورجانيلز، يمشي ازاي في الصابوي بتاع الخليه اللي هو المايكروتوبيول، انبوبه كده توصله للسيل ممبر، وبعدين كاي بروتين هرمون يطلع بالاكزوسايتوزيس التي تحتاج الى كالسيوم. النقطه الرابعه ترانسبورت، كل البروتين هرمونز بيمشوا فري ان بلازما. ايه عيب دي؟ انها بتقلل الهاف لايف بتاعهم، فالهاف لايف بتاع الانسولين 5 مينيتس. النقطة الخامسة الان اكتيفيشن بانسولينيز انزيم، لكن نواتج التكسير ما بتنزلش في البول. دي نقطة ام اس كيو. النقطة السادسة، هل في الدم انسولين لايك سبستانس؟ الانسولين لايك جروث فاكتور 1 والانسولين لايك جروث فاكتور 2، وحتى في تو فراكشنز، سمول فراكشن لما يبقى فري هيبقى لو موليكولار ويت، وهاي فراكشن لما يتحد مع بروتين. النقطة السابعة واعتقد هي اهمها اكلينيكيا، ان الانسولين بيستيميليت صوديوم بوتاسيوم بامب، علاقته بالبوتاسيوم بينقص البوتاسيوم في الدم. ليه مركزين على البوتاسيوم مش الصوديوم؟ انتوا اللي فاهمين، احنا خدنا ادريان كورتكس. لان كما انه من الحب ما قتل، من البوتاسيوم ما قتل. وقلت لكم الاعداد اوعوا تنسوها. نورمالي البوتاسيوم لازم يبقى تحت رقم الحسد عشان ما يحصلكش هرمون 5 ملي اكوبلنت بير ليتر. لو زاد واحد بقى في ستة وفي ما هو أعلى نعمل دالس، يعني من أول سبعة بنعمل دالس لازم. زاد قلنا بقى من خمسة لتمانية تلاتة يحصل لخبطة في ضربات القلب، كمان تلاتة 11 القلب بيقف إنداستول. ما بزهقش أقولها، عاوز أعلم أطباء طب أكتر عين تهتم بيه هو البوتاسيوم، وعليه تعلمت لما تلاقي البوتاسيوم عالي ومش قادر تعمل غسيل كلوي تعمل إيه؟ ما بزهقش، لانه وي مي سيف ا بيشنت بسبب المعلومه دي، عشان كده بعيدها لانها امانه في عنقي. لو ما قلتش المعلومه كذا مره وتثبتت في ذهن الطلبه ممكن عن يموت، يبقى ده ذنبه عندنا لان انا ما كنتش مصر على المعلومه. ما عندكش داليسز ادي انسولين وجلوكوز، انسولين وجلوكوز، انسولين هيدخل بوتاسيوم جوه الخليه ففي الدم يقل فالقلب ما يقفش. ومن اهميه القصه حاجه تانية بقى كسؤال ام اس كيو، انه الانسولين بينقص البوتاسيوم. طب لو اوريدي البوتاسيوم ناقص عشان ما ينقص زياده ما يطلعش الانسولين، هنقولها في كنترول ان من ضمن الايونات اللي بتاثر في السكريشن والانسولين هو البوتاسيوم. كانت دي النقاط السبعه. نستأنف نتكلم بقى على الانسولين ريسبتورز. الانسولين ريسبتورز ده فور سب يونتس هيلد زي الانسولين برضه ممسوكين مع بعض بداي سلفايد لينك زي الانسولين نفسه، انما انا عاوز اوريكم صوره ليها شكل الانسولين ريسبتور. الانسولين ريسبتور ده في ابسط تعريف بيقول لك عنده تو هيدز بره الخليه وتو تيلز جوه الخليه. يبقى تو هيدز اللي هم تو الفا اوتسايد دول اللي بيمسكوا في الانسولين، وتو بيتا سب يونتس موجوده جوه الخليه اللي هم عباره عن ايه؟ عباره عن تيروزين كاينيز. وانت فاهم تيروزين كاينيز بيعمل ايه؟ كاينيز يعني بيحرك فوسفيت جروب، يعمل فوسفوريشن انزيمز فيعمل لها اكتيفيشن او دي اكتيفيشن. ادي عاوز اوريك الشكل اهو، ده شكل الانسولين ريسبتورز. يبقى عباره عن تو هيدز بره الخليه، ادي نرسم الخليه 2 الفا سب يونتس، وبعدين 2 تيلز جوه الخليه 2 بيتا سب يونتس. هم عباره عن ايه البيتا دول؟ تيروزين كاينيز. حتى بقولها باسلوب فيه مزاح شويه، لما الانسولين يمسك في الهيد الديل يلعب جوه الخليه، لما الانسولين يمسك في الهيد اوتسايد الخليه الديل يلعب، يعني التيروزين كاينيز يبقى اكتف. وقلنا كاينيز من كلمه كاينيتيك، يعني محرك بيحرك فوسفيت جروب يعمل فوسفوريليشن انزيمز. تبقى عارف ده الانسولين ريسبتور، معلومه مهمه جدا. خلاص؟ طيب نيجي في الام اس كيو بقى معلومات مهمه جدا. النمبر والاكتيفيتي اوف انسولين ريسبتورز، ايه الحاجات اللي بتاثر في عدد الانسولين ريسبتور وفي الافينيتي اوف انسولين تو اتش ريسبتور. انا الاول عاوز اقول لك يعني معلومات وبعدين نطبقها. الجروث هرمون والجلوكوكورتيكويدز دول انتي انسولين، لان قلت كل الهرمونات عكس الانسولين، انسولين بيوطي الجلوكوز كلهم بيزودوا الجلوكوز.
فانا عاوزك تبقى تحط في ذهنك كده ان الجروث هرمون والجلوكوكورتيكويد الاثنين حتى هم حرف الجي الاثنين انتي انسولين، واحد بيقلل النمبر والتاني بيقلل الافينيتي اوف انسولين تو اتش ريسبتور. انا اقول لك حاجه يعني تساعدك في التذكر، انما يعني هي كده المفروض ما تشرحش، بس انا بحاول اساعدك. اظن الجروث هرمون ده بيختص بيزود عدد الخلايا، يعني ده بيختص بالعدد. فاكر كنا قلنا بيزود حجم وعدد وعدد الخلايا، يبقى هو اللي يؤثر في النمبر عشان ما تنساش. بينما الجلوكوكورتيكويدز بيأثر في الافينيتي، لان تاني يا اولاد واحد بيأثر في العدد واحد في الافينيتي. طب ما انا ممكن الخبطهم، فانا بساعدك بقول لك شوف مين فيهم اساسا كان بتاع الاعداد بيحب يزود العدد. جروث هرمون ده بتاع الاعداد، يبقى هو الذي يؤثر في النمبر. الجلوكوكورتيكويدز اثر في الافينيتي. طبق الكلام ده بقى، يبقى لو انا عندي اكروميجالي يبقى الجروث هرمون زاد في الاكروميجالي، يبقى اذا هيقل النمبر اوف انسولين ريسبتورز. لكن لو انا عندي كوشنج اللي هو زاد الجلوكوكورتيكويدز خدناها في المحاضره ما قبل الماضيه، يبقى ده هيقلل الافينيتي. والعكس، طب لو قل الجلوكوكورتيكويد زي في الاديسونز تبقى تزيد الافينيتي. حلوه دي. ده نص السؤال. نيجي النص الثاني بقى، ستارفيشن واوبيستي، مجاعه وعكس المجاعه ان الواحد يدخل اوبيستي. في الاوبيستي عيب الاوبيستي ليه الاوبيستي بتعمل دايابيتس ميليتس؟ لانها بتقلل النمبر والافينيتي اوف انسولين ريسبتورز، وان كان انا مش موافق على الكلام ده تماما. يعني الصح يا اولاد، بس خلينا ده اللي كتير من الناس بيحبوا يسمعوا الاجابه دي، ان الاوبيستي بتزود الانسولين ريزيستنس. فحتى بقول جمله جميله، ان الاوبيستي از ان اوبن دور فور دايابيتس ميليتس، باب مفتوح لمرض السكر. ليه؟ لانها بتخلي الانسولين مش عارف يشتغل، بتزود الانسولين ريزيستنس. اصدق التعبيرات ربما انها اهم ترانسبورتر بيشغله الانسولين وبيخليه يدخل الجلوكوز جوه الخلايا ويحرقها، بيقل هذا الريسبتور اسمه جلوكوز ترانسبورتر رقم 4، هناخده دلوقتي حالا. انما في ناس معتقده ان الاوبيستي لها علاقه بالريسبتور. لهؤلاء، لان الكلام لسه على فكره مش معروف في الدنيا، يعني كل الناس متفقه على حاجه واحده، ان الاوبيستي open door، باب مفتوح لمرض السكر، لانها بتعمل insulin resistance، بيبقى الجسم بيقاوم الانسولين. ربما بينقص النمبر اوف انسولين ريسبتورز، ربما بينقص الافينيتي اوف انسولين تو اتش ريسبتورز. الاصدق هنا بيعتقدوا انه بينقص الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4. انما خلينا في الافينيتي والنمبر هو الموضوع اللي بنتكلم فيه في الريسبتورز. يبقى الاوبيستي بتقلل الافينيتي والنمبر، طبعا عكسها عكس الاوبيستي الاستارفيشن تزود الافينيتي والنمبر. ليه؟ انت فاهم، لان انا لو في مجاعه الانسولين بيعمل ايه؟ الانسولين ده بالعكس هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، بيزود الفات، والانسولين انابوليك، حاجات محتاجها في الاستارفيشن. يبقى انا علمتك معلومتين جمال جدا جدا في الام اس كيو. تاني، هرمون واكل، تو هرمونز، واحد يأثر في النمبر والتاني يأثر في الافينيتي، ساعدني انت فيها. جروث هرمون وجلوكوكورتيكويدز، تختار مين للنمبر؟ جروث هرمون بيقلل النمبر، والجلوكوكورتيكويدز يقلل الافينيتي. وخد بقى التطبيقات، جروث هرمون بيقلل النمبر، يبقى في الاكروميجالي لما يزيد الجروث هرمون العدد يقل، انما في الكوشنج لما الجلوكوكورتيكويدز تزيد يقل الافينيتي وانسولين تو ريسبتور. طب يقل الجلوكوكورتيكويدز في الاديسون، الافينيتي تزيد. طيب ده عامل اهو هرمونز. العامل الثاني بقى الاكل والصيام. مين اللي وحش؟ مين اللي اوبن دور فور دايابيتس؟ التخن، الاوبيستي تقلل النمبر والافينتي، يبقى عكسها الاستارفيشن تزود النمبر والافينتي. اظن يا اولاد ما تتقلقش من كده. يبقى ما مالكش دعوه بالدوشه الكتيره دي، هم هرمون واكل. جروث هرمون يقلل النمبر، بتاع النمبر يقلل النمبر، جلوكوز بتاع الافينتي يقلل الافينتي. وبعدين اوبيستي يبقى تقلل، وعشان كده بيحصل سكر، الاستارفيشن تزود. طيب نيجي السيلولار افكتس. الانسولين من الهرمونات القليله بيشتغل على الممبرين وعلى السيتوبلازم وعلى النيوكليس، على الخليه كلها.
فالاكشن على الممبرين ده الرابيد اكشن بيحصل within seconds. على السيتوبلازم ده الانترميديت اكشن within minutes. على النيوكليس ده الديلايد اكشن within hours. تعال نشوف. يعني انا لما بحقنك بالانسولين قبل ما اسحب الحقنه ان سكند يكون الليفل في جلوكوز قل جوه جسمك. فكرت فيها لما عام بيبقى عنده سكر واحنا بنديله حقنه الانسولين الجلوكوز ما سحبناهاش لسه ان سكند الجلوكوز ليفل في البلد يكون قل ليه؟ لان انا بقولها بتعبير ما بينساوش الطلبه ان الانسولين بيدفن الجلوكوز داخل الخلايا بيزود الممبرين بيرميابيلتي تو جلوكوز فالجلوكوز يدفن في ثلاث مجموعات تحفظهم صام هم دول اهم ثلاثة نمرة واحد السكيليتال ماسلز خلاص او الماسلز عموما اسف الماسلز اللي هي تمثل 50% من وزن الجسم ثم الاديبوز سيلز الاديبوسايتس ثم في الليفر تبقى التلاتة دول ما فهمش هزار دول مش امثلة انت ليه لما بتحقن انسولين الجلوكوز قبل ما تسحب الابره يكون قل في الدم لان تم دفنه اهم واحده مين يا اولاد الماسلز ثم الماسلز ثم الماسل 50% من الجسم ماسلز ثم اديبوسايتس اللي هو الاديبوز تيشو سيلز ثم الليفر للاوائل هو ما بيزودش البرميابيلتي بس الجلوكوز قلت لكم في الادرينال مدله وبيزود كمان للبوتاسيوم وشفناها ان هو بيستيميليت الصوديوم بوتاسيوم بامب قلت لك ليه الشيء لزوم الشيء لما دخل الجلوكوز جوه الخلايا دي عشان يتحرق الانزيمات اللي بتحرقه محتاجه بوتاسيوم فهو بيدخل الجلوكوز ومعاه البوتاسيوم بيزود ممبرين بيرميابيلتي مش للجلوكوز بس والبوتاسيوم ده اهمه والبوتاسيوم وفي ايون تاني موجود جوه الخليه اللي هو الفوسفورس مهم لعمل الانزيمات الشيء لزوم الشيء بس ركز في البوتاسيوم ده الاهم وبيزود كمان الترانسبورت للامينو اسيد فاهمين ليه لان الانسولين انابوليك طب الخلايا هتبني ازاي من غير امينو اسيد فده الاوائل بس اهم حاجه انه بيزود البرميابيلتي للجلوكوز طب نيجي الانترميديت اكشن اللي هو في السيتوبلازم اللي هو دي المينت ما احنا قلنا لما بيمسك الانسولين في الراس فاكر اللي هو الانسولين ريسبتور بيلعب التيروزين كاينيز جوه في السيتوبلازم ادي شكل الريسبتور اهو هيلعب في السيتوبلازم وريتها لما يمسك الانسولين في الالفا التو سب يونتس الالفا بيلعب التو بيتا اللي هم موجودين في السيتوبلازم اللي هم عباره عن ايه؟ التيروزين كاينيز اللي كاينيز يعني ايه؟ يعني بينشط بيحرك فوسفيت جروب يعمل فوسفوريليشن ودي فوسفوريليشن للانزيمز ده الاكشن ودي مينتس اما الاكشن على النيوكليس لطالب ذكي مش هو انابوليك يا ولاد انابوليك هيبني يبقى هيبني بروتين ازاي يبني بروتين من غير ما يبقى فيه دي ان ايه وار ان ايه؟ لان انا ببني بروتين بيزد على انا عارف عدد الامينو اسيد وترتيبهم ونوعهم المعلومات دي موجوده فين في النيوكليس في الدي ان ايه انا ما باخدش بقى الصوره الاساسيه باخد صوره من الدي ان ايه اللي هي الميسنجر ار ان ايه عشان اعمل بروتين تنسس ده السيلولر افكتس اوف انسولين واحد من اهم الاسئله في الشفا يبقى ما عشقت مثل عشق النظام يبقى الانسولين يشتغل على ثلاث مستويات ممبرين سيتوبلاز نيوكليس في الممبرين يزود البرميابيلتي فهيخفض ليفل اوف جلوكوز ولين ثاكنز وقلتها الجمله لا تنسى بيدفن الجلوكوز في ثلاث حاجات لازم تقولهم بترتيبهم ماسل ثم ماسل ثم ماسل ان ده 50% من الجسم ثم اديبوسايتس اللي هي الاديبوس تيشو سيلز ثم ليفر ثلاثة ويدفن مع جلوكوز ثلاثة عشان ما تنسونش يبقى في ثلاث أماكن ومعاهم ثلاثة بوتاسيوم وفوسفورس هم أوريدي جوه الخلايا عشان يساعد الإنزيمات اللي هتشتغل على الجلوكوز اللي جوه والأمينو أسيد لأنه أنابوليك طب نيجي الإنترميديت أكشن وذين مينتس ده على السيتوبلازم وفهمتهولك لما بنمسك في الهيد بتاع الإنسولين ريسبتور بيلعب التيل اللي هو التيروزين كاينيز يعمل فوسفوريليشن ودي فوسفوريليشن للإنزيم وده وذين مينتس طب والديليد اكشن في النيوكليس ودي الاور اللي هو بناء والبناء عباره عن دي ان ايه وار ان ايه عشان تعمل بروتين ثانس مش اسهل من كده. ثالث موضوع خارج الموليكيول بتاع الانسولين يبقى اتكلمنا على الانسولين ريسبتور اتكلمنا على الافكت على السيل بنتكلم على الجلوكوز ترانسبورتر.
نواقل الجلوكوز. بصوا معايا، الجلوكوز باشا. يعني ايه باشا؟ يعني لازم يتشال شيل. مفيش جلوكوز ماشي في دمك كده الا محمول على، عشان ينتقل عبر السيل ميمبرين لازم يتشال على كارير بروتين، نسميهم ترانسبورتر. طيب نقل الجلوكوز في الجسم بيتم بطريقتين، يا اما فروم لور تو هاير، يبقى اظن ده اكتف ترانسبورت، بس هو بيبقى سكندري اكتف، لان القاطره هي الصوديوم وبتشد وراها الجلوكوز فيسموها سكندري اكتف، او فروم هاير تو لور يبقى ده ديفيوجن، بس ادام متشال على كارير يبقى يسموه كارير ميدييتد ديفيوجن او فاسيليتيتد ديفيوجن. حلو؟ يبقى طيب وعن نفهم، انا بقولها بطريقه لطيفه خالص. انت بتجيب الجلوكوز منين؟ عارف زي ما يكون عاوزين نوزع ميه على المدينه، فلازم بناخد من النهر نحط الميه في مستودع عالي، يبقى هنا فروم لور تو هاير، يبقى ده اكتف سكند اكتف، وبعدين لما نحطه في مستودع مخزن عالي يوزع بقى على بقيه البيوت، على الباقي كله، على الجسم كله، فروم من عالي الواطي، يبقى ده فاسيليتيتد ديفيوجن. عشان تبقى فاهم ليه مره من الواطي العالي ومره من عالي الواطي. طب انت بتجيب الجلوكوز منين بقى؟ ما عندكش نهر هنا، بتجيبه من حاجتين، من الانتستين، الجلوكوز اللي بيبقى بيمتص من الانتستين، والجلوكوز في الكيدني عشان ما ينزلش في البول. يبقى عندي انتستين وكيدني، يبقى منين الجلوكوز بينتقل؟ بالسكندري اكتف ترانسبورت، في حتتين بس في الجسم. فكرت ليه؟ انا زي بالظبط، انا عاوز اخزن ميه واوزعها على البيوت، في المدينه بجيبها من النهر. مين النهر اللي مليان بقى جلوكوز؟ حاجتين، الانتستين الجلوكوز اللي كلته، وفي الكيدني عشان الجلوكوز ما ينزلش في البول. يبقى هنا انا محتاج تو كارير، تو ترانسبورترز. هنا ده سكندري اكتف ترانسبورتر، يعني سكندري الصوديوم، عشان كده يسموه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 وصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2. اديك فهمت. يبقى بتوع السكندري اكتف اللي هم الترانسبورتر نوعين مرتبطين بالصوديوم، فيسموهم صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 و2، دول موجودين فين؟ في الانتستر ويل كيدني. طيب هنوزع البيوت بقى من هاير تو لور، الميه بعد ما حطيناها في المخزن فوق اللي هو اعلى من المستويات البيوت، فبينزل فروم هاير تو لور، يبقى بالديفيوجن لما اتشالت تبقى فاسيليتيتد ديفيوجن اللي هو كارير ميدييتد ديفيوجن، محتاجه ترانسبورتر برضه. كام ترانسبورتر بيوزعوا على الجسم؟ 7. هنا بقى يسموهم جلوكوز ترانسبورتر، مفيش صوديوم هنا. جلوكوز ترانسبورتر 1 2 3 4 لحد 7. يبقى عدد الترانسبورترز في الجسم يا اولاد 9. 2 بتوع السكندري اكتف بيجيبوا الجلوكوز من الانتستين اللي كلناه، ومن اليورين عشان ما ينزلش في الكيدني، في الرينال تيبيولز عشان ما ينزلش في اليورين، اسف، ده سكندري اكتف صوديوم، يعني سكندري الصوديوم، عشان كده يسموه صوديوم، صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 وصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2. طب فروم هاير تو لور بقى هنوزع على كل الجسم، دول 7 ترانسبورتر ما لهمش دعوه بالصوديوم، من جلوكوز ترانسبورتر 1 لجلوكوز ترانسبورتر 7. يبقى عدد الترانسبورتر كام؟ عديت معايا 9. 2 بتوع السكندري اكتف بتوع الانتستين والكيدني اللي هم صوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 و2، و7 بيوزعوا على الجسم جلوكوز ترانسبورتر 1 و7. هنا المفاجأة بقى، افتح ودانك، واهم سؤال، التسعة دول فيهم واحد بس حساس للإنسولين اللي هو جلوكوز ترانسبورتر رقم 4 اللي هو بيموف الإنسولين، حساس الإنسولين، بيموف الجلوكوز من بره لداخل حاجتين بس في الجسم اللي هم الأهم، المصل التي تمثل 50% والأديبوسايتس. ده أهم سؤال. يبقى في التسعة ترانسبورتر فيهم واحد بس جلوكوز ترانسبورتر رقم 4، جلوكوز ترانسبورتر رقم 4 ده ذا اونلي ترانسبورتر اللي هو سنسيتيف تو انسولين اللي هو حساس للانسولين، وموجود فين يا اولاد؟ موجود في المسلز بانواعها الثلاثه التي تشكل 50% من وزن الجسم، وموجود في الاديبوسايتس، ده بس. طب بيعمل ايه بقى الانسولين؟ هقول لك بيعمل حاجه لطيفه جدا. هذا الترانسبورتر الكارير ده بروتين بيبقى موجود داخل الخلايا،
الانسولين بيخرج البروتين اهو، بيخرج البروتين خارج الخلايا يروح ماسك الجلوكوز ودفنه جوه الخلايا. يبقى الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4 ده جوه الخلايا. الانسولين لما بتاخد انسولين بيخرج البروتين بره الخليه، اي بروتين بيخرج بره الخليه بالاكسايتوز يروح ماسك الجلوكوز وداخل بيه تاني، بيدفن الجلوكوز داخل الخلايا. حتى بقولها في مزاح عشان تفتكرها، هو كان رقم ايه؟ احكي لك قصه. تملي الطلبه بيقولوا لي احنا ما بنفتكرش المعلومات قد ما بنفتكر القصص بتاعتك. رقم الشؤم في الدنيا غالبا هو رقم 13 الا في الصين. الصين رقم الشؤم عندهم هو رقم 4 لانه يعني الدفن، يعني ما يحبوش رقم 4 ابدا، مرتبط بالدفن يعني الموت. لدرجه اقول لك حاجه لطيفه، الناس في هونج كونج صينيين معاهم فلوس كتير بيشتروا عمارات الفاخره في الداون تاون تورونتو. رحت في داون تاون تورونتو العمارات الفاخره جدا، تلاقي حاجه الراجل عاوز يبيع العماره، تدخل اسانسير تلاقي ما فيش رقم 4 خالص، 1 2 3 5، يعني 5 و 4 بس، ما ينمرش دور رقم 4 ما حدش هيشتري فيه. طب الدور واحد بيبقى فيه مثلا 10 20 شقه، العمارات ضخمه جدا، تلاقي 1 2 3 5 مفيش 4، مفيش تعامل مع رقم 4. ده انت تفتكر القصه دي. رقم 4 ودي معلومه عامه لطيفه عند الصينيين يعني الدفن، الدفن اللي هو بقى ده اللي بيدفن الجلوكوز جوه الخليه. ده اونلي جلوكوز ترانسبورتر اللي هو اكتيف اللي هو سنسيف تو انسولين. قلت لك الانسولين بيعمل ايه؟ بياخد هذا البروتين من داخل الخليه، خرجه بالاكسيتوز، يروح ماسك الجلوكوز ومدخله تاني. في كام حته؟ في حتتين يا اولاد. سكيليتال ماسلز، اسف، ماسلز هي طبعا اهمهم السكيليتال، لان دي 40% من 50% هم السكيليتال ماسل، لكن هو في كل الماسلز سكيليتال وكاردياك وسموث. ماسلز واديبوسايتس. دونت ايفر فورجيت ذيس. ده اهم سؤال. وي هاف 9 ترانسبورترز، 5 ترانسبورترز للجلوكوز، 2 بتوع الاكتيف صوديوم جلوكوز ترانسبورتر، 1 2 من الكيدني والانتستين، و7 بتوع الفاسيليتيتد ديفيوجن. في التسعة دول واحد بس هو اللي سنسيتيف للانسولين، اللي هو جلوكوز ترانسبورتر رقم 4، ما تنساهوش، اللي هو بيدفن في حتتين، ماسلز واديبوسايتس. طيب نكمل يا ولاد. انسولين ستيميليتد جلوكوز ابتيك، احنا قلنا اهم اكشن اللي بيحصل within seconds للانسولين هو across the membrane، ان الجلوكوز بياخد الانسولين بياخد الجلوكوز ويدفنه. في الماسلز والاديبوسايتس عن طريق جلوكوز ترانسبورتر رقم 4. خلاص. طب احنا كنا قلنا لطالب ذكي قال لي ده الرسم هيقصدنا، انت قلت ان هو بيدفنوا في 3 حتت، الماسل والاديبوسايتس والليفر. الماسل والاديبوسايتس بالجلوكوز ترانسبورتر رقم 4، لكن الليفر مش بالجلوكوز ترانسبورتر رقم 4. ليه؟ لان الترانسبورتر بتاع الليفر كل قلت جلوكوز لازم يتشال، مفيش نسيج ما عندوش ترانسبورتر. بتاع الليفر زي بتاع البنكرياس رقم 2، وده مش حساس الانسولين. طب ازاي انت قلت لنا الانسولين بيدفن الجلوكوز في الليفر؟ طريقه تانية خالص، عن طريق الجلوكوكاينيز انزيم. من اسمه جلوكوكاينيز، يعني هيحرك فوسفيت جروب للجلوكوز، يبقى هيعمل فوسفوريليشن للجلوكوز، هيحول الجلوكوز اللي هيدخل جوه الليفر لجلوكوز 6 فوسفيت ويستخدم. وايه ويستخدم؟ يعني الليفل اوف جلوكوز جوه الليفر هيحصل له ايه؟ هيقل، يبقى اقل بكتير من الليفل اوف جلوكوز في الدم، يبقى زود الجريدينت بتاع الجلوكوز اكروس ذا ليفر سيل ميمبرين، يبقى هيتدفق الجلوكوز للليفر اكتر. يعني اقولها بالبلدي، اي جلوكوز موليكيول هيدخل جوه الليفر الجلوكوكاينيز ده بقى هيحوله لجلوكوز 6 فوسفيت ويستخدم اولا باول. فالليفل اوف جلوكوز جوه الليفر يبقى قليل، اقل بكتير من الليفل الجلوكوز بره، فيتدفق الجلوكوز من الخارج لداخل الليفر بالطريقه دي. يبقى هو ده بقى اللي حساس للانسولين، الجلوكوكاينيز انزيم في الليفر.
يبقى كيف واحد من اشهر اسئله ازاي وانا لسه بدي ابره الانسولين للمريض ان سكندز قبل ما اسحبها بيكون الجلوكوز وقع في الدم. تم دفنه في ثلاث حتت ماسل 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 واديبوسايتس. دي بطريقه ثانيه خالص بالجلوكوز ترانسبورتر رقم 4 اللي هو قلته لك، بيروح مخرج الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4 بالليبسيتوز يروح ماسك الجلوكوز ومدخله ثاني. اما في الليفر لا، ملوش دعوه بالترانسبورتر خالص، ميكانيزم ثاني خالص. ان الانسولين بيستيميليت، الانسولين بيستيميليت الجلوكو كاينيز انزيم في الليفر اللي بيعمل ايه؟ من اسمه كاينيز يعني فوسفيت جروب هيحركها، فوسفوريليشن للليفر، جلوكوز 6 فوسفيت فهيستخدم، فنسبته في الدم بعد ما يستخدم هتقل، فهيبقى اسف نسبته في الليفر سيلز تقل فيبقى اقل بكتير من نسبته في الدم، كانه زود الجريدينت C1-C2 فيتدفق الجلوكوز اكتر. شوف الجمال. طب هيسالك بقى الاوائل، امال الجلوكوز ترانسبورتر؟ ما انت بتقول لي كل حته الجلوكوز لازم يتشال، شيل مفيش حته فيها جلوكوز. طب باشا الجلوكوز ده متشال، متشال تسعه ترانسبورترز في جلوكوز ترانسبورتر في الليفر، مش في الليفر، في كل حته في جلوكوز ترانسبورتر. ده رقم 2، ده لا يتاثر بالانسولين، ده بتاع البنكرياس. طيب نقطة ثالثة بقى، طب الابتيك اوف جلوكوز باي ذا برين وار بي سيز وانتستين وكيدني. واحد يقول لي ده دي حتت مهمة جدا، يعني لو البرين ما خدش جلوكوز يجي لنا غيبوبة، لأن الفيول الوقود الوحيد للبرين والريتنا هو جلوكوز. شوف العظمة الإلهية بقى، فربنا خلى الأربعة أورجانز دول ياخدوا الجلوكوز بدون انسولين. الانسولين داز نوت ستيميليت الجلوكوز انتري، لا تاثير له على الجلوكوز انتري في الاربع اماكن دول خالص. دول بيحدثوا بمين بقى؟ بجلوكوز ترانسبورتر رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم رقم 1 و2 و3 و5 خلاص. وقلنا في الكيدني والانتستين بالصوديوم جلوكوز ترانسبورتر رقم 1 ورقم 2، كل دول انسولين سنس. شوف تخيل العكس، لو ان ربنا خلى ان البرين والار بي سيز عشان ياخدوا جلوكوز محتاجين انسولين، طبعا ما عندوش انسولين، عنده سكر تابيتس بليتس مفيش انسولين، يبقى البرين والار بي سيز بتاخد جلوكوز، يبقى هندخل في غيبوبه وتوفانا الله. شرح الانتستين والكيدني ده هيتوقف عن العمل ونموت، فربنا خلى الاربعه اورجانز دي لا تعتمد في استخدامها للجلوكوز على الانسولين. يبقى قسمنا الجلوكوز ابتيك في الجسم الى ثلاث مجموعات، او خلينا نقولها بطريقه الطف، مجموعتين يعتمد على الانسولين عشان ياخدوا جلوكوز، ومجموعه الثانية لا تعتمد على الانسولين. مين المجموعة اللي بتعتمد على الانسولين؟ ماسل واديبوسايتس والليفر سيلز، بس بطريقة مختلفة. الماسل والاديبوسايتس بالجلوكوز ترانسبورتر رقم 4، الليفر سيلز بالجلوكوكاينيز، حاجة تانية خالص. والمجموعة الثانية لا تعتمد، تبقى حافظها، اللي هم مهمين، الانتستين والكيدني اللي هو الابزوربشن والري ابزوربشن. الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر رقم 1 و2 دول ما لهمش دعوه، والبرين برين 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 والا تدخل في غيبوبه، والار بي سيز جلوكوز ترانسبورتر رقم 1 و2 و3 و5 لا يعتمدوا على الانسولين. ثانك جاد اند دونت ايفر فورجيت، من التسعه ترانسبورتر اللي بيشيلوا الجلوكوز واحد بس حساس للانسولين، جلوكوز ترانسبورتر رقم 4. طيب اللوحة ما قبل الأخيرة، الأكشن أو إنسولين بعدين كنترول إنسولين. ابتدي بالأكشن. ميتابوليك أكشنز أو إنسولين نتكلم عليها أهي. أنا بقى عاوز أقول لك حاجة لطيفة قوي في الميتابوليك أكشنز أو إنسولين دي. اول هرمون خدناه اللي هو الجروث هرمون، تيجي اذكرك بيه، ومن الجروث هرمون هتستنتج الاكشن اوف انسولين. انا كنت قلت لك ان الجروث هرمون من اسمه
بيعمل جروث وانابوليزم، جروث هرمون بيعمل جروث وبروتين انابوليزم، وفي ذلك يشابه الانسولين، انسولين لايك اكشن. اهو بص اهو، يعني قلنا هو بيشابه الانسولين في انه بيعمل بروتين انابوليزم وجروث. يبقى ديك عرفت نص اجابه السؤال، من الجروث هرمون عرفت الانسولين من الجروث هرمون. طب وتو اكشنز تانيين؟ ان قلت الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريك، خلاص الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل هايبوغلايسيميا اللي بينقص الجلوكوز، الباقيين كلهم يزودوا الجلوكوز. الانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس يعني بيتخن، وبالتالي لما الفات الفري فاتي اسيد تستخدم في عمل الليبيد ما تتحولش الكيتون بوديز، يبقى انتي كيتوجينيك. بينما لو كنت فاكر كل الهرمونات، كل الهرمونات بما فيها الجروث هرمون بتعلي الجلوكوز هايبرجلايسيميا وبتعمل لايبوليسيس، وطبعا لما تكسر الليبيد وينتج فري فاتي اسيد في الحاله دي بتحول بعضها الى كيتون بوديز، يبقى كيتوجينيك. وفي ذلك يخالف الجروث هرمون الانسولين. تصور لطالب ذكي لما تذكر الجروث هرمون كان بيعمل ايه وانا مش مذاكر الانسولين، هحط العناوين الاربعه الاساسيه الصحيحه. ان انت قلت لنا ان ان الجروث هرمون من اسمه بيعمل جروث، وعشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين انابوليزم، مش هو اسمه جروث هرمون يعمل جروث، وعشان يعمل جروث يعمل بروتين انابوليزم، وفي ذلك يشابه الانسولين. يبقى الانسولين اديك عرفت نص الموضوع، بيعمل جروث وبروتين انابوليزم. طب والنص الثاني؟ قلنا ان الجروث هرمون بيعلي الجلوكوز ويكسر، يبقى يعمل هايبرجلايسيميا ويعمل لايبوليسيس وكيتون بادي وكيتوجينيك، كون كيتون بوديز، وفي ذلك يخالف الانسولين لانه ده انتي انسولين اكشن. ليه؟ وقلت جمله جميله قوي، ان الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريق، ما يحب الشريك. اللي يعمله الانسولين على الكربوهيدرات والليبيد، كربوهيدرات والفات، ما يعملوش اي واحد تاني، وانت حافظهم. لو حقنت حقنه انسولين الجلوكوز هيحصل له ايه؟ هيقل هايبوجلايسيميا، الباقيين كلهم بيعملوا هايبرجلايسيميا. الانسولين هو الوحيد الوحيد، وحكيت لكم قصص عليها، اللي بيتخن بيعمل لايبوجينيسيس، يخلي الفري فاتي اسيد تستخدم في بناء الليبيد، وعليه مش هتطلع كيتون بوديز، عشان كده هو الميجور انتي كيتوجينيك، بيمنع كارثه اللي هي تكوين الكيتون بوديز اللي هي الكيتون اسيدز، كيتو اسيدز اللي هي وان فورم اوف اسيدوزيس. وفي ذلك كان الجروث هرمون يخالف الانسولين، مش الجروث هرمون بس، كل الهرمونات تخالف الانسولين في دي. يعني بص النص ده بسميه تفرد الانسولين، مفيش حد يعمل النص ده غير الانسولين. انسولين على الكربوهيدرات والليبيد زي الفريك، ما يحب الشريك. الانسولين هو الوحيد اللي يغطي جلوكوز يعمل هايبرجلايسيميا، الباقيين كلهم ما فيهم جروث هرمون هايبرجلايسيميا. الانسولين هو الوحيد اللي بيدخل لايبوجينيسيس وعليه يمنع تكون الكيتون بوديز، يبقى هو الميجر انتي كيتوجينيك، الباقيين كلهم لايبوليسيس وكيتوجين. يبقى ادي الاربع عناوين الاساسيه، سهله سهله يا اولاد، سهله قوي. طالب قال لي دخلنا بقى في التفصيلات، يبقى تفرد الانسولين هو في النصف ده، هو الوحيد اللي بيعمل هايبوجلايسيميا، وهو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس وعليه يمنع تكوين الكيتون بوديز، فهو ده ميجور انتي كيتوجينيك. طب ازاي بيوطي الجلوكوز؟ لسه قايلينها يا اولاد، بيدفن الجلوكوز في ثلاث حتت، في الماسل اللي بتمثل 50% من البادي ماس، قلناها دي لازم تبتدي بيها، وفي الاديبوسايتس خلايا الفات، والاثنين دول بنفس الطريقه عن طريق جلوكوز ترانسبورتر رقم 4. ثالث حته بيدفنوا فيها في الليفر بس بطريقه مختلفه، انه كان بيستيميليت الجلوكوكاينيز انزايم، اهو جلوكوكاينيز اللي بيعمل ايه؟ بيحول الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات، وبالتالي نسبه الجلوكوز في الليفر تقل مقارنه بالدم، فيتدفق الجلوكوز، بيزود الكونسنتريشن جريد. يبقى العناوين العامه هتكتبها، قلناها. نيجي للتفصيلات وهي مفهومه. هو
لما حط الجلوكوز جوه المصل تفتكر المصل عاوزه جلوكوز تعمل بيه ايه؟ هو ده مصدر الطاقه، هتعمل له اكسده وتحصل على طاقه، ده 20 ل 50%. طب واللي مش هتستخدمه تحوله لجلايكوجين تخزنه. طب نيجي في الاديبوسايتس، الجلوكوز اللي دخل في الـ في الـ في الاديبوس تيشو في الخلايا بتاعه الليبيد يتحول لجليسرول خلاص، ويتحد مع فري فاتي اسيدز ويبقى ترانسبورت، اسف الفري فاتي اسيد دي جايه له من الليفر، يعني ترانسبورت من الليفر زي ما هنشوف از لايبوبروتين. يبقى دلوقتي هو حول الجلوكوز لجليسرول والليفر بعتت له فري فاتي اسيد ترانسبورتد في الدم از لايبوبروتين كده، جليسرول وفري فاتي اسيد تحولها للترايجليسرايدز. حلو خالص. طب نيجي بقى في الليفر، قلنا الميكانيزم مش جلوكوز ترانسبورت رقم 4، حاجه تاني خالص بالجلوكوكينيز انزيم. الليفر هياخد الجلوكوز، طب يعمل ايه بقى بالجلوكوز ده؟ خد بالك يحوله لجلايكوجين بعمليه اسمها جلايكوجينيسيس، يعني يخزنه في صوره لحد ما يتشبع، تصور لحد ما خلاص مش قادر ياخد جلايكوجين اكتر. وعارف الجلايكوجين معلومه جميله قوي بيمثل قد ايه من وزن الكبد؟ 5% من وزن الكبد. الريست اللي ما عرفش يحوله لجلايكوجين، ما قدرش يعمل جلايكوجينوليسيس، يحوله لفري فاتي اسيدز. ونكمل القصه بقى، يبقى اكسبورتد يصدره عن طريق الدم للاديبوسايتس. هيمشي ازاي الفري فاتي اسيد؟ لا ما تمشيش كده، ده الفري فاتي اسيد مش هتدوب في الميه، يبقى عشان تدوب في الميه نشيلها مع البلازما بروتين از لايبوبروتين. فاكر الهاي دنسيتي لايبوبروتين واللو دنسيتي لايبوبروتين والفيري لو دنسيتي، وهناك الفري فاتي اسيد تتحد مع الجليسرول تدي ترايجليسرايدز. كلام جميل خالص. طيب في حاجه تاني في الليفر، يبقى هو لما دفن الجلوكوز في الليفر قلله في الدم، وما يصحش عشان يقل في الدم يطلع جلوكوز، لان الليفر ممكن يطلع جلوكوز بطريقتين، بالجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس. الانسولين بقى بينهيبت الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينيسيس، ده الاكشن على الكربوهيدرات. طالب يقول لي طب عدهم لنا تاني، ما انت ممكن تشوف الفيديو اعدها لك في عجاله. اهم اكشن الانسولين انه هو هايبو جلايسيميك هرمون، هو الوحيد اللي بينقص الجلوكوز في الدم، هايبو جلايسيميك. ازاي؟ بنقولها كده بطريقه جميله عمرك ما تنساها. قبل ما تسحب ابره الانسولين من المريض ان سكندز بيكون دفن الجلوكوز في ثلاث حتت بطريقتين مختلفتين، دفنوا في المسلز والاديبوسايتس بنفس الطريقه بالجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4، دفنوا في الليفر عن طريق الجلوكوكينيز انزيم اللي اي مولك الجلوكوز بيدخل بيعمل له فوسفوريشن للجلوكوز 6 فوسفيت ويستخدم، فالليفل اوف جلوكوز في الليفر يبقى اقل من البلاد فيتدفق الجلوكوز عشان يدفن في الليفر. طب حلو كده، ادي تفصيلات اساسيه. طب بقيه التفصيلات اللي دخل بقى هيحصل له ايه؟ تعال نتابع بالعقل. الجلوكوز اللي دخل المصل التي تمثل عشان كده ببتدي بيها دي 50%، ما ينفعش تبتدي بغيرها، يعمل ايه؟ يتاكسد يدي طاقه 20 ل 50%، واللي ما يتاكسدش يتخزن جلايكوجين. طب بتاع الاديبوسايتس، هم سموها اديبوسايتس ليه؟ عشان بتعمل ليبيد، تاخد هذا الجلوكوز تحوله الى جليسرول. طب عشان خاطر احوله الى ترايجليسرايدز عاوز فري فاتي اسيدز، مين اللي هيجيبها لها؟ الليفر. هنشوف اهي جاي من الليفر، ان في الليفر الجلوكوز بيتحول الاكسس اللي ما اتعملش جلايكوجين، اللي ما اتعملش لازم الليفر يشبع جلايكوجين الاول، لان ده مين ستورج اريا فور جلايكوجين في جسمه الليفر. واقول لك معلومه جميله قوي، اوعى تفتكر الليفر بيخزن الجلايكوجين بس عشان خاطر سواد عيونك بيخزن لك جلايكوجين جلوكوز، لا ده هذا الجلايكوجين افتح ودانك بيسبورت الليفر فانكشن، يعني الليفر ما تقدرش تشتغل من غير جلايكوجين. عشان كده لو عندك الليفر تعبانه احسن حاجه تاخدها سكريات عشان تشبعها جلوكوز فتخزن جلايكوجين كتير فتبقى سبورتنج ليفر فانكشن. اي عيان كبد لازم ياخد سكريات كتير. ففي الليفر
بالجلوكوكينيز قلنا هتاخد الجلوكوز، اهم حاجه تعمل جلايكوجينوليز لحد الساتوريشن، لدرجه قلت لك الجلايكوجين يمثل 5% من وزن الليبر، ولما تخلص لما تشبع جلايكوجين الريست الباقي تحوله لفري فاتي اسيد وتصدره عن طريق البلد، اكسبورت عن طريق البلد، متشال على بروتين عشان يدوب في البلد عشان يبقى سوليبل از لايبوبروتين بانواعها لو دنسيتي وهاي دنسيتي وفيري لو دنسيتي. هناك بقى الفري فاتي اسيد مع الجليسرول يدوا تريجليسيرايدز. وطبعا ما يصحش الليفر اللي المفروض عاوزين ننقص الجلوكوز يبقى ما يصحش يطلع لنا الجلوكوز، يبقى العمليتين اللي بيطلعوا جلوكوز من الليفر الانسولين بينقصه اللي هم جلايكوجينوليز والجلوكونيوجينيز. تبقى فاهم كويس قوي القصه. طيب خد بالك بقى في المصل انه الانسولين بينقص الفري فاتي اسيد ابتيك باي ذا مصل، لان هو عاوز يخزنها في صوره ليبيد، مش هتستخدم في صوره وقود في المصل. نيجي على الليبيد بقى، هو الوحيد اوعى تنسى دي. اولا الاكشن على الليبيد نقطه مهمه جدا ريليتد تو كربوهيدرات، دي مهمه جدا تقولها، يعني مش منفصل مش حاجه تانية، انه بيعمل لايبوجينيسيس. ان وات واي بقى ده ريليتد للكربوهيدرات؟ اقول هو ازاي عمل ليبيد. ان جزء من الجلوكوز اللي فاض اللي ما حولناهوش لجلايكوجين حوله لفري فاتي اسيد وترانسبورتد للاديبوزو سايتس. الجلوكوز تاني اهو جلوكوز اللي دخل اديبو سايتس ادى جليسرول، جليسرول مع فري فاتي اسيد يدي ترايجليسرايدز، يبقى ريليتد للكربوهيدرات. اللايبوجينيسيس اساسا معتمد على الكربوهيدرات. انت عشان تعمل ليبيد عاوز فري فاتي اسيد وعاوز جليسرول، الاثنين من الكربوهيدرات. الجلوكوز في الليفر اللي ما تخزنش في صوره جلايكوجين ادى فري فاتي اسيد، والجلوكوز بتاع الاديبوسايتس ادى جليسرول، جليسرول مع فري فاتي اسيد يدي ترايجليسرايدز. وطبعا بيعمل لايبوجينز يبقى ينقص اللايبوليسيس عن طريق انه بينهبت الانتراسيلولار لايبيز، وبالتالي بيمنع تكون الكيتون بس. طب وبعدين ثالث اكشن بقى سبير الفات، يعني هو بيمنع باي بروفايدنج كربوهيدرات بيدي المصل كربوهيدرات عشان تاكسدها، بيقول لها مالكيش دعوه بالفات، مش هديكي فات، الفات ده انا هعمله في صوره هخزنه في صوره ليبيد. يبقى زي هو بيساعد اللايبوجينيسيس بانه بيمنع حرق الفات بالمصل، كان بينقص الفري فاتي اسيد ابتيك باي ذا مصل. يبقى حاجه حتى لطيفه. بصوا يا اولاد دي اهم اكشن، احب النظام قوي. يبقى على الكربوهيدرات هتتكلم في كام نقطه؟ ثلاثه، دفن الجلوكوز في المصل ثم المصل ثم المصل نمره واحد، والاديبوسايتس نمره اثنين، والليفر نمره ثلاثه، بس بطرق مختلفه. هنا جلوكوز ترانسبورت اربعه، هنا جلوكوكينيز. طب والليبيد ثلاثة، عمل لايبوجينيسيس مرتبط بالكربوهيدرات ومنع اللايبوليسيس وبالتالي تكوين الكيتون بوديز، ومنع الباقيين انهم يستخدموا الفات كسورس الانرجي عشان هو عاوز يحطه في صورة فات. انتقل للجزء الاسهل بقى على البروتين. قلنا في ذلك يشابه الجروث هرمون، هو انابوليك زي الجروث هرمون وبيعمل جروث زي الجروث هرمون. بل الجمله المهمه، بص اهي اهي، هو الموست امبورتنت انابوليك هرمون في الجسم، مش الجروث هرمون. الجروث هرمون عشان يعمل انابوليزم قلنا كان بيطلع من الكبد حاجه شبه الانسولين لايك جروث فاكتور، ده اهم انابوليك هرمون. ازاي طب نعمل انابوليزم؟ بص ثلاث طرق برضه. حلو، يبقى اول ثلاث حاجات اللي هم كربوهيدرات وليبيد وبروتين اللي هم الثلاث مواد الاساسيه كل واحده فيها ثلاث نقط عشان تفتكرها. بيسبير الامينو اسيد، مع الامينو اسيد قصادها سكتين، يا تبني يا تحولها لجلوكوز بجلوكونيوجينيس، ما احنا لسه قايلين اهو انه منع الجلوكونيوجينيس. يبقى سبير الامينو اسيد ما خلاهاش تتحول لجلوكوز تحرق عشان نبني بيها، ومنع البروتين كاتابوليزم. ادي اول نقطه. طب عشان نبني الخليه تبني ازاي؟ انت تبني عاوز وحدات بناء، طوب حجر، وحدات البناء للبروتين هي الامينو اسيد، فهو بيزود الامينو اسيد ترانسبورت في البودي سيلز. لسه قايلها لك ان هو بيدخل جلوكوز جوه الخليه، وثلاث حاجات بوتاسيوم وفوسفيت اللي هم اساسا جوه الخليه ومعاهم امينو اسيد لو كنت فاكر. طب انا دلوقتي عندي وحدات البناء، عدد الامينو اسيد انواعها ترتيبها، اديني خريطه ابني على اساسها. الخريطه دي هي مين؟ الدي ان ايه.
طب انا ما باخدش الخريطه الاساسيه اللي في النيوكليس، بيدوني صوره منها اسمها ميسنجر ار ان اي، هو بقى بيزود الدي ان اي والترانسكريبشن الى ميسنجر ار ان اي. ده ازاي بيبني؟ كلام منطقي. يبقى الاول يا جماعه ما حدش يجي جنب الامينو اسيد دي، دي انا عاوزها البناء سبير الامينو اسيد، ما تحولوهاش لجلوكوز، ما تكسروش بروتين. تاني حاجه راح واخد الامينو اسيد مدخلها جوه الخليه، طب الخليه قالت له الله طب انت اديتني وحدات بناء، مش تقول لي احط العمود فين واحط الحيطه فين، مش تقول لي الخريطه كم امينو اسيد نوعهم ترتيبهم، ادي لها الخريطه الدي ان اي والار ان اي. نيجي نمره 4 الجروث، مش ده بقولها ومصر، ذا موست امبورتنت انابوليك هرمون، ده انا اعني ما اقول واقول ما اعني، هو الجروث هرمون. دايركت افكت، هو بنفسه بيبني، ده هو الاساس في البناء، يعمل فانز للماكرو موليكيول، بيبني موليكيولز كبيره، بيشيد ناطحات سحاب في الجسم، ذا سيم از جروث هرمون. وان دايركت افكت انه لسه بنقول بيزود عمليه الترانسكريبشن، تكوين حاجات تساعد على البنو على البناء عن طريق الانسولايك جروث فاكتور 1، الانسولايك جروث فاكتور 1 بيزود الترانسكريبشن اوف ريليتد جينز للانسولايك جروث فاكتور 1، ده الاكشن اوف جروث هرمون. يبقى هلخصها تاني في 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 عجال. بصوا يا اولاد، الاكشن اوف انسولين، لازم تفكر في الجروث هرمون اللي هو اول هرمون خدناه، كنا قلنا ان جروث هرمون، بتكلم على جروث هرمون دلوقتي، سموه ليه جروث هرمون؟ بيعمل جروث، وعشان يعمل جروث يعمل انابوليزم، وفي ذلك هو الذي يشابه الانسولين، مش الانسولين اللي بيشابهه. يبقى الانسولين هو الاساس في الانابوليزم والجروث، اديك عرفت 2 من الاربعه. طب وقلنا الجروث هرمون ككل الهرمونات بيعلي الجلوكوز ويكسر الليبيد، يبقى يعمل هايبرجلايسيميا ولا هيبوليسيس، وفي ذلك يخالف الانسولين، لان الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريق، ما يحب الشريك. الانسولين هو الوحيد اللي بيوطي جلوكوز بيعمل هايبوغلايسيميا، وهو الوحيد اللي بيتخن بيعمل لايبوجينيسيس وذا ميجور انتي كيتوجينيك. الكربوهيدرات والفات والبروتين كل واحد تتكلم في ثلاث نقط. الكربوهيدرات هو ازاي وطى الجلوكوز، دفن الجلوكوز في ثلاث حتت، muscles 50% من الجسم muscles وأديبوسايتس، ودول بطريقه معينه بيقول جلوكوز ترانسبورتر رقم 4، جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4، وفي الليفر نمره 3 بالجلوكوكينيز، وتتابع بقى المسارات، المصل عاوزه طاقه تحوله لطاقه لزياده جلايكوجين، الأديبوسايتس تاخد جلوكوز تحوله لجليسرول، طب كده مش هتعرف تعمل ليبيد الا لو جالها فري فاتي اسيد، ما تخافش، في الليفر الجلوكوز الاول يخزن جلايكوجين، لما تشبع ما تبقى ساتوريتد 5% من وزن الليفر عباره عن جلايكوجين، الباقي فري فاتي اسيد، ويصدره مش انت ناقصاك يا اديبوسايتس فري فاتي اسيد اللي بعتهم لك اهو عشان يدوبوا يبقى في صوره لايبوبروتين، تبني هناك ويمنع الليفر انها تطلع جلوكوز، احنا بالعكس بنعمل جلايكوجينيسيس مش بنطلع، يبقى يمنع جلايكوجينولسيس جلوكونيجينس ده على الكربوهيدرات. طب نيجي على الليبيد، قلت ثلاثة الاكشن مرتبط بالكربوهيدرات، لايبوجينيسيس، واتفرجت ازاي؟ في الاديبوسايتس الجلوكوز اهو كربوهيدرات يدي جليسترول، وفي الليفر الجلوكوز يدي فري فاتي اسيد زياده عن الجلايكوجين ويتصدر الاديبوسايتس فتعمل ليبيد، ويمنع الليبيد بريك داون الليبوليس، ويسبير الليبيد، يقول ده انا عاوز احوشه، اوعي يا مصل انت تقدري تستخدمي جلوكوز وفري فاتي اسيد، انا اديت لك جلوكوز ما تستخدميش فري فاتي اسيد، كان بيمنع الفري فاتي اسيد ابتيك باي ذا مصل، سيبيه ده هنبني بيه، ده 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 ده, ده التفرد بتاع الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريق ما يحب الشريك، لا يشارك الانسولين هرمون اخر في هذا الاكشن. طب نيجي بقى الاكشن اللي بيشارك فيه الجروث هرمون، انه بيعمل انابوليزم وجروث. طب عشان يعمل انابوليزم قلنا بيقول لهم يا جماعه ما تستخدموش الامينو اسيد في الجلوكونيجينس، بيمنع جلوكونيجينس ليكم، انا عاوز ابني بيه، طب ما تستخدموش، وراح واخده مديه للسيلز، ادي امينو اسيد زود امينو اسيد ترانسبورت، السيلز لقت عندها امينو اسيد، طب هرتبهم ازاي؟ انهي عدد؟ انهي نوع؟ باي ترتيب؟ قال لها بصي ادي الخريطه اهو، ادي الدي ان ايه اديتك صوره منه اللي هو المسنجر ار ان ايه، زود، شوف الفهم، حتى البايو جميل يا اولاد،
لما يتفهم انه وراء الخلق خلق. نيجي للوحة الأخيرة وهي كنترول انسولين. الكنترول انسولين 10 حاجات سهلة جدا. طب واحد يقول لي طب عندك طريقة؟ طبعا كل مرة عندي طريقة. زي ما قلت لك في الميتابوليزم ثلاث كلمات كربوهيدرات دفن وفتات حتت ليبيد ثلاثة البروتين ثلاثة زائد الجروث. هنا عندي الأول ايه أهم حاجة؟ هو ايه أهم وظيفة الإنسولين؟ لما بتحرق الإنسولين في ثواني ايه اللي بيحصل؟ سمعني، هايبوغلاسيميا، هينصهر الجلوكوز. يبقى أهم ستيمولس للإنسولين هو زيادة البلد جلوكوز. لو البلد جلوكوز زاد ازاي؟ تعال شوف. لو انت البلد جلوكوز زاد البنكرياتيك سيلز اللي بتطلع الانسولين هتاخده بالجلوكوز ترانسبورتر رقم 2 زي بتاع ليفر ده مش حساس للانسولين. ده هيطلع انسولين مش حساس للانسولين. اللي حساس للانسولين جلوكوز ترانسبورتر 4 بس. اتنين ده في الليفر والبنكرياس. دخل الجلوكوز يتاكسد يدي ادروجين ترايفوسفيت. في بقى بوتاسيوم شانلز لما تشوف ادروجين ترايفوسفيت يعني يديلها طاقه انها تقفل البوابه. بيكلوز الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل. يعني تو ما تكون ادروجين ترايفوسفيت قفلت البوتاسيوم شانل، هي حساسه للاي تي بي، بتقفل لما يبقى في اي تي بي. فالبوتاسيوم بيتحبس جوه. يبقى البوست بيزيد جوه والنيجاتيف بره. يبقى حصل ديبولاريزيشن، والبوتاسيوم بوست ديبولاريزيشن يفتح الفولتج جيتد كالسيوم شانل. يدخل الكالسيوم ياكتيفيت الكالسيوم كاينيز يطلع الانسولين زي ما قلنا بالاكزو سيتوزيس من البيتا سيلز. الكلام ده على البيتا سيلز في البنكرياس. ده اهم حاجه وتشرح الميكانيزم. يبقى اهم وظيفه للانسولين انه بيوطي الجلوكوز. يبقى ايه اهم ستيمولس للانسولين؟ انه لما يزيد البلد جلوكوز، لما يزيد البلد جلوكوز يدخل جوه البيتا سيلز في البنكرياس بالجلوكوز ترانسبورتر 2 اللي هو مش انسولين سنس، يدي ادروجين ترايفوسفيت. الطاقه دي تقفل بوتاسيوم شانل، كلوز الاي تي بي سنسيتيف بوتاسيوم شانل. شانل بتاع بوتاسيوم حساسه للاي تي بي، لو في اي تي بي بيقفلها، حبس البوتاسيوم جوه، يبقى جوه بوست وبره نيجاتيف، يبقى حصل ديبولاريزيشن. يفتح الفولتج جيت الكالسيوم شانل، الكالسيوم ياكتيفيت كاينيز يطلع الانسولين بالاكزوسايتوز. تاني حاجه، تاني نيوترينز بزياده البلاد امينو اسيد. ليه؟ انت فاهم لما حضرتك تاكل بروتين ميل وامينو اسيد بالهبل في البلاد هو بيبني الامينو اسيد يطلع عشان ياخدها بقى. يقول لك اوعى تستخدمها في جلوكونيجينسيس ويحطها في الخلايا ويديها دي ان اي وار ان اي، خد ابني اهو. يبقى تاني حاجه زياده البلاد امينو اسيد، فور اكزامبل الارجينين. الحقيقه مش اكزامبل، ده اقوى يعني انابوليك امينو اسيد بيستيميليت الميتابوليزم اللي هو الارجينين ده. ارجينين بنفس ميكانيزم بيقول لك بتطلع انسولين مشابهه لعمليه الجلوكوز ستيميليشن. طيب يبقى ده تو نيوترينز، زياده البلاد جلوكوز، زياده البلاد امينو اسيدز. طب الانسولين بيطلع بزياده تو مينرالز. فاكر احنا قلنا ان هو لو نقص البوتاسيوم ينقص الانسولين، لانه لو طلع الانسولين هنقصه زياده كان هيزود سوديوم بامب اي تي بيز. يبقى نقص البوتاسيوم بنقص انسولين، يبقى بالعكس زياده البوتاسيوم في السيره تزود انسولين. طب ومين المينرال الثاني؟ الكالسيوم. ما هو شفنا الكالسيوم ما بيزيد بيطلع الانسولين بالاكزو سايتوز. يبقى تو نيوترينز وتو مينرالز، حلوه كده اربعه. تقل بقى هرمونا، هناخد ثلاث هرمونات وحاجات نيرفس. مش احنا عندنا تو ريجوليتوري سيستم؟ نيرفس وهرمونال، حلوه. يبقى نيرفس وهرمونال، ادي اثنين، ادي مجموعتين، ونيوترينتس ومينرالز عشان تفتكروا العشرة. زي ما بقول في طريقه تذكر وفي عرض يخليك تنسى. نمسك اول واحده، كل الجاسترو انستاينال هرمونز خاصه الجاستريك انهبيتوري بيبتايد بيزودوا الجلوكوز. ده دي مهمه جدا. مين اهم واحد؟ الجاستريك انهبيتوري بيبتايد. ليه؟ فكر، هو امتى بيطلع الجاسترو انستاينال هرمونز؟ لو كلت. طيب كلت هيحصل دايجيشن وابزوربشن، فاضل عمليه بقى ميتابوليزم. يعني عشان الاكله تثمر تؤتي بثمارها لازم اعمل لها دايجيشن وابزوربشن، ده وظيفه الجهاز الهضمي. طب واعمل له ميتابوليزم ازاي؟ اهم
هرمون بيساعد ميتابوليزم هو الانسولين. انت شفت بيبني بروتين وبيبني فات وبيدي مصادر الطاقه. فعشان كده كل الجاسترونستانل هرمونز اللي يعني انك كلت يوجهوا نداء للانسولين تطلع انسولين كمل بقى. احنا عملنا دايجيشن ابزوربشن وانت خد الثروات اللي اديناها لك دي اعمل لها ميتابوليزم. فكل الجاسترونستانل هرمونز بتزود خاصه الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد جي اي بي ده اهم واحد هجيبه لكم في الام اس كيو بيعملوا جلوكوز ستيميليشن. تاني مجموعه الايلت هرمونز الجلوكاجون بيزود الانسولين بينما الجروث هرمون انهيبيتنج هرمون السوماتوستاتين الجلوكاجون ده كان بيطلع من الالفا سيلز لو كنت فاكر كان بيطلع من الالفا سيلز بينما السوماتوستاتين ده كان بيطلع من الدلتا سيلز. جلوكاجون يزود وده من اسمه سوماتوستاتين. ستاتين على فكره ما فيش حاجه بيسموه يونيفرسال انهيبيتور. السوماتوستاتين ده كل حاجه ينقصها ناخدها المحاضره الجايه باذن الله ينقص الانسولين. اذر هرمونز جروث هرمون والجلوكوكورتكويد يزودوا الانسولين. طيب قال لي بعد اذنك توقف. قلت له ايه حضرتك عاوز ايه؟ قال لي انت لخبطتنا. اهم ثلاث هرمونات انتي انسولين اللي هم بحرف الجي الجلوكاجون والجروث هرمون والجلوكوكورتيكويد دول انت قلت انهم عكس الانسولين انتي انسولين. انسولين بينقص الجلوكوز هم يزودوا الجلوكوز. انت قلت معلومه تلخبط لو ما فهمتناش هنلخبط انه الثلاثه دول الجلوكاجون جروث هرمون والجلوكوكورتيكويد بيزودوا الانسولين. ازاي فهمنا ليه ازاي هم انتي انسولين وبيزودوا الانسولين؟ بقول جمله لاجيال بيفتكروها. هم الهرمونات دول اللي هم بحرف الجي ما تنساهمش مع حيات جلوكاجون وجروث هرمون وجلوكورتيكويد بيزودوا الجلوكوز عكس بيزودوا ليه؟ عشان تتفرجوا عليه. بيزودوا الجلوكوز عشان يتحرق عشان يدي طاقه. مين بيحرق الجلوكوز؟ الانسولين. فعشان كده الثلاث هرمونات اللي بيزودوا الجلوكوز بيطلعوا الانسولين عشان خاطر يستفاد من هذا الانسولين الجلوكوز اللي زودوه بانه يتحرق. بقولها بجملة مش هتنساها وفيها سجع. كما انهما قيمة المال الى ان ينفق ما قيمة الجلوكوز الى ان يحرق. كما انهما قيمة المال الى ان ينفق ما قيمة الجلوكوز الى ان يحرق. فدي السر في الخلق الالهي ان اهم ثلاث هرمونات بيزودوا الجلوكوز وبالتالي اعتبرناهم انتي انسولين بحرف الجي جلوكاجون جروث هرمون جلوكورتيكويد بيزودوا جلوكوز يطلعوا الانسولين عشان يحرقوا. هما مش بيزودوا الجلوكوز يتفرجوا عليه بيزودوه عشان نحرقه. فكما انهما قيمة المال الى ان ينفق ما قيمة الجلوكوز الى ان يحرق. This is why تلاتة بحرف الجي هرمونز اللي هما انتي انسولينيك بيزودوا الجلوكوز طلعوا الانسولين مع انهم انتي انسولينك في ايه؟ في انهم زودوا الجلوكوز وهو بينقص. هو طلعوا جلوكوز زودوه فطلعوا الانسولين عشان ياخدوا يحرقوا وبالتالي بينقصوا ونقص لانه حرقه لهم. كما انه ما قيمه المال الى ان ينفق ما قيمه الجلوكوز الى ان يحرق. ده من اصعب الاسئله في الام اس كيو اللي بيلخبط الطلبه. الجلوكاجون جروث هرمون والجلوكورتيكويد بيزودوا الانسولين. طب مين بينقصوا بقى؟ ثلاثه تانيين. حلوه ثلاثات اهي. واحد من اسمه سوماتوستاتين جروث هرمون انهيبيتنج هرمون. هو ده اقول لك حاجه ده يونيفرسال انهيبيتور في الكتب الالمانيه احكي لكم عنه. ما فيش حاجه واحده بيزود بينقص انسولين. تاني واحد انسولين بينقص انسولين مفهومه بالنيجاتيف فيدباك. تالت واحد الليبتين بينقص. وفهمتها لك بطريقه جميله. قلت هو سموا الليبتين ليبتين ليه؟ ضيعت عمري كله في الترمينولوجي. اي ان يعني بروتين ليبت يعني ثين رفيع. ده الهرمون اللي بيرفع. طب الانسولين بيتخن والليبتين بيرفع. ثين ليبت يعني ثين والانسولين بيعمل لايبوجينس يبقى لازم ينقص الانسولين. يبقى شيء ده اصعب سؤال. مين الثلاث هرمونات اللي بيزودوا الانسولين ومين الثلاث هرمونات اللي بينقصوا الانسولين؟ فاكرهم اللي بيزودوا قلتها بطريقه تونس كلهم بحرف جي. جلوكاجون جروث هرمون جلوكوكورتيكويدز مع انهم انتي انسولين بيزودوا الجلوكوز
لكن بيطلعوا الانسولين، مع انهم انتي انسولين انهم بيزودوا الجلوكوز، طلعوا ليه؟ عشان يحرق لهم الانسولين. لانه كما انهما قيمه المال الى ان ينفق، ما قيمه الجلوكوز الى ان يحرق. ثلاثه تانيين بقى بينقصوا الانسولين، الانسولين بالنيجاتيف فيدباك، والجروث هرمون انهيبيتنج هرمون السوماتوستاتين من اسمه، والليبتين واللبيب بالاشاره يفهمه، الليبت اللي بيرفع لازم ينقص الانسولين اللي بيتخن، الوحيد اللي بيتخن. اخر مجموعه بقى يا اولاد اللي هم الاوتونوميك نيرفز، 100% لازم الفيجاس عن طريق الماسكارينيك ريسبتور يزود الانسولين. هتقولي ليه؟ الفيجاس ده مش صديق الجهاز الهضمي؟ يعني بيشغل الجهاز الهضمي يعمل دايجيشن وابزوربشن؟ ناقص عمليه يا حبيبي. الفيجاس بيشغل الجهاز الهضمي يعمل دايجيشن وابزوربشن، ناقص الميتابوليزم. مين اللي هيعمله له؟ الانسولين. فلازم الفيجاس عن طريق الماسكارينيك ريسبتور يزود الانسولين. طب نيجي الكاتيكولامينز، وهرجع للسمباثاتيك مش مفوتها ما تخافش. كنت علمتكم حاجه البي بي بيتا انهي بي بي بيتري ما عدا على ثلاث حاجات. هارت، افتح ودنك اللي جايه، هرمونز، هرمونز البيتا ريسبتور بتزود انهيبيتوري كل الجسم عدا ثلاثه، الهارت والهرمونز والميتابوليزم. هرمونز، فالبيتا ريسبتور بتزود الانسولين، يبقى الالفا ريسبتور تنقص الانسولين. طب انت السيمباثاتيك بقى بيطلع نور ادرينالين اللي هي قايلينها المحاضره اللي فاتت، اللي هو اقوى على الالفا ريسبتور، والالفا بتنقص انسو، نقص انسو، وهي منطقيه. هو السيمباثاتيك ده صديق الجهاز الهضمي؟ ده عدو الجهاز الهضمي. ده كان بيعمل انهيبيشن للجاسترون سانتراك، انهيبيشن للول، ويسكر المحابس كونتاكت لسفين. فطبيعي الفيجا صديق الجهاز الهضمي، عاوز الصوره تكتمل دايجيشن ابزوربشن، يبقى وراها ميتابوليزم يطلع انسو. ده عدو الجهاز الهضمي، ينقص الانسولين. ازاي؟ لان النور ادرينالين بتشتغل اساسا على الفا 2، الالفا بتنقص اللي بيزود البيتا. طب البيتا كانت بتشتغل عن طريق ايه؟ سايكليك ام بي. يبقى اي دواء يزود السايكليك ام بي بيزود الانسولين، عن طريق انه بيزود انتصيع الكالسيوم اللي بيطلع الانسولين بالاكزو سايتوزيس. ادي اسهل طريقه وورلد وايد عشان تعرف فيها الكنترول اوف انسولين سيكريشن. وهقولها تاني، 10 2 2 3 3، 2 نيوترينتس 2 مينرالز كلهم الزياده تزود الانسولين، زياده جلوكوز وزياده البلاد امينو اسيد. فهمت لك كل واحده ليه؟ ان هو بيبني، هياخد امينو اسيد يبني بيها، واهم واحد الارجينين. و2 مينرالز بوتاسيوم وكالسيوم. فهمت لك ليه؟ اذا كان نقص بوتاسيوم ينقص الانسولين، يبقى زيادته تزود، والكالسيوم هو اللي بيطلعه بالانسيتوز، يبقى 2 و2. وبعدين هرمونز ونيرفس. مش احنا عندنا تو ريجوليتنج سيستم، يعني نيرفس واندوكراين، فاعتبر هي دي كده، ده النيرفس، ده النيرفس، وده الاندوكراين. الاندوكراين قلتها بطريقه جميله، هتدرس الهرمونات الاتيه، الجاسترونستانال هرمونز 100% كلهم بيزودوا الجلوكوز، لان هما بيعملوا دايجيشن ابزوربشن، نكمل الصوره، يزودوا الانسولين، اسف، بيزودوا الجلوكوز ستيميليشن باي انسولين. هما طبعا بيزودوا امتصاص الجلوكوز، وبالتالي هيزودوا الاستيميليشن انسولين. ده الميكانيزم ازاي الجاسترونستانال هرمونز بتزود الانسولين سكريشن، لانها بتساعد دايجيشن ابزوربشن، يعني امتصاص الجلوكوز اللي هيطلع اهو في الناحيه الثانيه زياده الجلوكوز تطلع انسولين. وبعدين قلنا بعد كده ثلاثه يزودوا وثلاثه ينقصوا، ثلاثه اللي هما بحرف جي فاكرهم، جلوكاجون، جروث هرمون، وجلوكوكورتيكويدز، دول يزودوا. طب مين ينقص؟ السوماتوستاتين من اسمه، والانسولين بالنيجاتيف فيدباك، والليبتين بتاع اللي بيرفع ينقص الانسولين. احفظوا مصاب. طب نيجي النيرفس، الفيجا صديق الجهاز الهضمي، دايجيشن ابزوربشن عايزين ميتابوليزم يزود الانسولين عن طريق الماسكارينيك ريسبتور، سمباثاتيك عدو الجهاز الهضمي، يبقى ينقص الانسولين، لانه اساسا النور ادرينالين بتاع السمباثاتيك اشتغل اكتر على الفا 2 ريسبتور، ينقص الانسولين. بينما الكاتيكولامينز حفظناها 100 مره، البي بي بيتا ان بي بي بيتري ما عدا على الهارت والهرمونز والميتابوليزم بتزوده، يبقى يزود الانسولين البيتا. انما الالفا ريسبتور ينقص الانسولين. حتى ده اللي فسرت لنا، ادام الالفا بينقص السمباثاتيك بالنور ادرينالين الاقوى على الالفا يبقى ناقص. طب البيتا بتشتغل بايه؟ بالسايكل ام بي. يبقى اي دواء يزود السايكل ام بي يزود الانسولين، لانه بيزود انترسيلر كالسيوم. طبعا الاكشن والكنترول بتاع الانسولين واحد من اهم الموضوعات.
الكنترول تو نيوترينتس زياده البلاد جلوكوز زياده البلاد امينو اسيد سبيشال ارجينين يزودوا تو مينرالز بوتاسيوم وكالسيوم يزودوا وبعدين تفتكر ثلاثه هتحط عناوين هرمونال وثلاثه متعلقين بالنيرف سيستم الهرمونال اوعى تنسى جاسترو انسان هرمونز خاصه الجاستريك انهبيتور بايت زود الجلوكوز يعني حتى ممكن تخليهم اربعه بحرف جي جلوكاجون وجروث هرمون وجلوكوكورتيكويدز والجاستريك انهبيتور بايت كل ده بيزود كل اللي بيجي بيزود بس الميكانيزم مختلف عشان كده ما قلتهمش دول لانه بيخلي تمتص جلوكوز كتير فيزودوا جلوكوز ستيميليشن دول بيزودوا الجلوكوز وبالتالي بيزودوا الانسولين ستيميليشن نفس الفكره تقريبا بس هم زودوه مش جايبينها من جي اي تي طب مين اللي بينقص ده الاصعب الانسولين بالنيجاتيف فيدباك والليبت اللي بيرفع والسوماتوستاتين من اسمين سهله كده يبقى ثلاثه بحرف الجي ممكن تحط معاهم الجي اي بي برضه بحرف الجي باربعه بالجي بيزودوا انما الليبتين ينقص الانسولين ينقص بالنيجاتيف فيدباك السوماتوستاتين من اسمه ستاتين ستاتين يثبت يبقى ينقص طب الاوتونوميك نيرس فكر بالعقل الفيجا صديق الجهاز الهضمي يبقى لازم نكمل دايجيشن ابزوربشن عاوزين نعمل ميتابوليزم يزود انسولين سمباثاتيك عدو الجهاز الهضمي يبقى ينقص انسولين كاتيكولامينز قلناها البي بي بيتا ان بي بيتا اللي بعد على الهارت والهرمونز تزود انسولين يبقى الالفا تنقص الانسولين طب السايكليك ام بي ده البيتا بتشتغل اساسا من السايكليك ام بي يبقى اي دواء يزود السايكليك ام بي يزود الانسولين عن طريق انه بيزود انتصار الكالسيوم دول العشر حاجات بتوع الكنترول الانسولين لو كتبتهم لو في حاجه فوق الفول مارك لازم يدوها لكم فاضل لنا محاضره واحده يا اولاد في الاندوكراين وهي الاقل اهميه شويه وفي النهايه يعني بشكركم كعادتي على انكم اديتوني اغلى شيء عندكم هو وقتكم واتمنى اكون افدتكم على وقتكم ده ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق وفقكم الله شكرا